بسم الله عليك، يا ليتني جنبك وهدي الهنا ليدك. بسم الله على قلبك، بسم الله عليك، يا ليتني جنبك وهدي الهنا ليدك. يا ليتني فرحة واسعد بها قلبك، سر الغلا شرحة والسر في حبك. يا ليتني فرحة واسعد بها قلبك، سر الغلا شرحة والسر في حبك. بسم الله. وحشتوني والله العظيم، وحشتوني. قاعده اقول ما ابي اصيح، ما ابي ابكي. عاد انت مدمعه. اي على طول انا. اي والله بسم الله عليك، والحمد لله على سلامتك وما تشوفين شر يا رب حبيبتي، وبسم الله على ولدك طبعا. وصدق وحشتينا، مكانك خالي يا اودي من غير شر. والله العظيم ما انتم اللي وحشتوني، ومره شكرا لكل طاقم برنامج سيدتي، شكرا لكم انتم زميلاتي انكم شلتم عني كثير، مو بشيء سهل يعني، وضغطتم على انفسكم ذي الفتره. أكيد. شكرا لكل الطاقم، ونقول لكم مشاهدينا مساء الخير. حلقة جديدة لمدة ساعتين بضيوف مميزين ومواضيع منوعة. أكيد أودي حلقتنا جديدة، مساكم الله بالخير أكيد مشاهدينا، وهلا وسهلا فيكم في حلقة متجددة من برنامجكم المفضل والجميل واللي تحبونه، برنامج سيدتي. وطبعا اليوم يعني احنا كلنا مبسوطين لأن أودي من غير شر رجعت لنا بالسلامة. طبعا ما شفناها لنا فترة تقريبا أسبوعين، انحجرت في البيت ومع ولدها، وإن شاء الله ما يشوفون شر، لكن فعليا فقدناك فعليا يعني. وجودك يعني عرفنا ان في فرق لما تغيبين من غير شر يا اودي فعليا. فمبسوطين براجعتك، الحمد لله على سلامتك، لكن اكيد انك في الحجر يا اودي سويتي فعاليات، سويتي اشياء، طبختي يمكن ولا ما طبختي؟ كنت 24 ساعه العب معه اون واخسر. هذه كانت حياتي في الحجر معه. شوفي صراحه كانت تجربه، قد ما هي كانت حلوة كانت أليمة نفس الوقت. يعني أنتم عارفين أنا رجعت من عزة خالتي الله يرحمها ويغفر لها يا رب، من العزة على طول اكتشفت أن توبي في كورونا، مع أني ما كنت أتوقع أنه كورونا، واكتشفتها بالصدفة. أختي كانت مسافرة ومسوية البي سي آر وطلع أنها هي بوزيتيف، فتفاجأت أنه طيب ولدي، يعني تعرفين الأمهات تعرف حلق ولدها إذا ريحته أنه التهاب وما التهاب، فأنا على بالي أنه هو التهاب لوز. لما شفت أنها هي بوزيتيف قلت لا، شلت البيت كله ورحنا سوينا التحليل، كلنا الحمد لله نيجاتيف الا هو بوزيتيف. ولدي مره حساس مره طبعاً طفل. اي بالضبط. فايش سويت؟ قلت لبابا انا وانت الوحيدين اللي فينا كورونا، لازم ننزل تحت نقعد. وقعدنا تحت في البيسمنت، ما قصروا اهل البيت ما شاء الله تبارك الله، اخذ البيت كله وحنا قعدنا في البيسمنت تحت. يعني تقربت منه اكثر الفتره هذه، دعمته كثير، اكتشف انه انا ما فيني كورونا اليوم الثاني. وهنا بدات الدراما انا وياه. طبعا انت قلتي لي يا اودي، بس عشان ابغى اعرف، انت قلتي لي ان انا فيني كورونا عشان تدعميني عشان ما يحس انه لحاله. بسم الله عليك. اوكي. وهذا بالعكس هذا ذكاء منك ترى يعني، وحنان يعني الام، يعني سبحان الله قد ايش الام عظيمه. غير الام غصب الدنيا تفرض عليك انك انت تعيشين بالعاطفه مع طفلك. صحيح. خاصه اذا كان هو وضعه حساس اوفر، يعني بسم الله على قلب بعض الاطفال تحسين قوي بسم الله عليه. لا انا ولدي مره حساس ينهار. فكشفني اليوم الثاني انه ما فيني كورونا، والله يسامحني بالسناب كشفني، قعدت اسولف مع متابعين وما توقعت انه هو بيشوف سناباتي، ممله يعني بالنسبه للطفل بيسوي سكيب سكيب، لا قاعد يناظر عليه ما اكتشف انه انا فيني كورونا. وهنا الحلقه الثانيه، الفيلم الثاني اللي انا عشت معاه، بس الحمد لله يا رب لك الحمد. بس الحمد لله اليوم طبعا او امس قلتي لي سويتوا كلكم طلعتوا نيجاتيف واموركم تمام، اهم شيء صحتك كويسه وانت والبيت كلكم تمام. كلنا الحمد لله. الحمد لله. خلينا نطلع نشوف العناوين المتابعين ونرجع لكم. حتى لا يقع الطلاق، كيف يتعامل الزوجان مع بعضهم البعض لإنجاح علاقتهم؟ ما هو مفهوم ديتوكس الخزانة للملابس المثالية؟ أيهما أفضل لإنتاجية عالية، العمل عن بعد أم في المكتب؟ ما هو الذكاء الأبيض وكيف يساهم في حل المشكلات بين الناس؟
عاد لي 14 يوم تقريبا ما دخلت الاستوديو ما قدمت اخبار، في اليوم تجربه جديده لي بالنسبه لي اعتبرها تجربه جديده من 14 يوم. تجربه جديده من 14 يوم. فاول اخبارنا اليوم استعرض معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه عن عدد زوار موسم الرياض للحين واللي تجاوز 9 مليون زائر. ومو بس كذا، اعلن معالي تركي آل الشيخ عن مفاجآت جديده يشهدها زوار موسم الرياض، ومن ضمنهم ليله العوده واللي راح تكون حفل الفنان عبد المجيد الاول بعد انقطاع طويل على المسرح بسبب حالته الصحيه. اكيد، ونقول الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله ويلكم باك، وبالعكس احنا متحمسين كثير انه احنا نحضر هذه الحفله. طبعا يا اودي، يمكن من الاحداث بعد اللي مترقبه في موسم الرياض هو اقامه فعاليات كلاسيكو العالم، واللي راح تكون مباراه ما بين ريال مدريد وبرشلونه، وهنا على ارض المملكه. طبعا ريال مدريد وبرشلونه يمكن من الفرق الكبيره واللي يمكن لهم فانز ولهم مشجعين من انحاء العالم، لكن هنا بالسعوديه يمكن من اكبر الفرق. اللي دائما انت برشلوني ولا مدريدي عرفتي، فاحس يعني برشلونه ومدريد بالنسبه لنا زي الهلال والنصر، فالناس كثير متحمسين وانا كمان متحمسه على هذه المباراه. انت متحمسه مها؟ انا مره متحمسه. والله انا ما افهم في الكوره، ودني انا اقول لك صح ولا غلط بس ما افهم في الكوره. خلونا نطلع لكم خبرنا الثاني، نستعرض لكم نصيحه من التربويه ومدربه الطفوله المعتمد الاستاذه فوزيه عقيلي. لاقت تفاعل واسع بعد أن كتبت الأستاذة فوزية ناصحة بعدم التكلفة على أولياء الأمور لشراء مريول المدرسة، خصوصا أن العودة الحضورية توافق 23 يناير وهو نهاية الشهر، وقالت ممكن أنهم يدرسون بأي لبس. إيش رأيك مها؟ بالعكس، يعني حلو هذا الخبر، لأنه أحس أي عادي، ليش ما يداومون مثلا بتيشيرت وجينز؟ ليش لا؟ أنا أحس أنه أنا لا، أنا أحس حلو الطفل يكون يونيفورم مدرسة. أنت عارفة الفروقات بين الأطفال، الوضع المادي بين الأهالي، الطبقات، هل أنا كل يوم بلبس طفلي، هل أنا كل يوم مدري شو بحط، أنت عارفة الأمهات بعض الأمهات. فأحس بالعكس أفضل شيء للطفل أنه هو يلبس يونيفورم ويحس أنه هو متساوي مع كل أصحابه. يعني ما أدري، أنا كذا أشوف رأيي، ما أدري إذا كان أولياء الأمور نفس الرأي ولا لا. يعني شوفي، من هالناحية أفهمك، بس يعني في لها أبعاد ثانية كمان. الطفل يعني تذكرين أيام المدرسة أودي، لما يكون في عندنا يوم مفتوح يقولون خلاص البسوا اللي تبون، قديش إحنا نفرح وننبسط كل واحد يوم واحد بس أنا حلو. يعني إيه بس يعني مع الأوضاع اللي الراهنة الآن، يعني مع الدوامات اللي يعني كم ساعة في اليوم، ويمكن حتى بعض المدارس أيام محددة للأطفال، فأحس وينات عادي إذا بتسهل عليهم، لأنها تكلفة فعليا، تكلفة على الـ 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 مها تكلفة لمرة واحدة يلبسها اليومية لمدة سنة، ولا تكلفة كل يوم إرهاق الأم بتفكر وش تلبس طفلها. يعني أنا ما راح ألبس طفلي ذا التيشيرت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فهمتي؟ يعني أنا كذا أحس. وجهة نظر، صح صح، أو إنه ممكن يكون خيار، اللي يبغى يلبس يلبس واللي ما يبغى يلبس المريول، يعني هذا الأطفال في النهاية. فما أدري، أنا الصراحة هذه المواضيع مو مرة يعني تأثر فيني، يعني ما عندي وجهة نظر قوية تجاهها، بس أنا يعني على قولتهم اللي يرضيهم، اللي يعني يبغى كذا يقدر، واللي يبغى كذا ممكن. يعني في الحالتين أهم شيء أنهم يدرسون ويروحون المدرسة ويكون عندهم، أهم شيء أنهم يدرسون ويروحون المدرسة، هذه أهم نقطة. بالضبط. طبعا خلونا ننتقل معكم إلى خبرنا التالي، وانطلقت من مدينة عسير النسخة الأولى من مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية. وتتركز فعاليات المهرجان على الفنون الأدائية الجبلية، ويصاحبه أنواع كثيرة من الفنون. طبعا ايش رايكم نطلع مشاهدينا ونشوف تغطية زميلنا محمد الغانم لهذا المهرجان. حقيقة أنا سعيد جدا بالمشاركة في مهرجان قمم الفنون الأدائية. يعني نسأل الله أن يوفق الجميع لنقل صورة جيدة وجميلة عن الموروث الموجود في مملكتنا الحبيبة. حقيقة بداية جميلة، وبإذن الله نشاهد الجمهور يرتاد هذا المكان الذي يضم بكل نفيس حقيقة.
نحن الآن في قصور ألبو الصراح في سدة عسير ضمن مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية، ويشكرون والله على هذه الفعالية وعلى ما يقدمونه لمنطقة عسير. مشاركين بركن رياضة الهايكينج من ضمن فعاليات مهرجان القمم الذي تقيم وزارة الثقافة في منطقة عسير في قصور ألبو الصراح في سدة عسير. شكرا لزميلنا محمد على هالتقرير الجميل. خلونا مشاهدينا ننتقل معاكم إلى خبرنا التالي، ونشرت صحيفة تواصل مقطع فيديو يظهر فيه نجل مشهور السناب الراحل محمد الشمري رحمة الله عليه بعد خروجه من المستشفى، وكان المقطع يحتوي على كلمات مؤثرة وجه فيها شكره لأمراء المناطق وأصحاب السمو والمعالي وكل من وقف بجانبهم في محنتهم، وأكد أن أخته لا تزال في المستشفى إلى الآن، واختتم ادعوا لنا نوصل الرياض بالسلامة. وكان الراحل محمد الشمري قد توفي إثر حادث أليم أسفر عن وفاته ووفاة 2 من أبنائه. يمكن هذه من أكثر القصص على السوشيال ميديا للأمانة اللي أثرت فينا جميعا، شفناها حزننا ودعينا له، الله يغفر لهم ويصبر قلوبهم يعني على فقيدهم، لأن فعلا يعني القصة فجعة لنا كلنا، فبالك بأهلهم، وأكيد يعني الله يصبرهم، هذا اللي أقدر أقوله. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويصبر أهاليهم وذويهم. في آخر أخبارنا اليوم، لا مو في آخر أخبارنا، قبل الأخير، نشر صانع المحتوى والمصور أسامة الحربي مقطع فيديو جميل جدا وثق فيه كثبان رملية كساهل بياض على مفرق محافظة بدر جنوب غرب المدينة المنورة. خلونا نشوف. مالوا على هذا المنظر الساحر، بردية تاريخية كست الأرض بالبياض على مفرق محافظة بدر جنوب غرب المدينة المنورة صباح اليوم الثلاثاء 8/6/1443 الموافق ل 11 يناير 2022. الآن بترككم مع أجمل المشاهد اللي وثقتها في هذا اليوم الجميل والمميز. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. جميل جدا، يعني حلوة الأجواء وحلو التصوير. يعني التصوير دائما أنا صراحة أحترم التصوير المصورين لأنهم ينقلون لنا الأجواء حتى لو ما إحنا كنا في المكان. بالضبط. لا وإحنا أجواء المدينة تجنن يقولون. طبعا أنا هذا اللي سمعته، يمكن هذا اللي وثق لنا المصور أسامة يعطي العافية، وأكيد إحنا ننتظر المزيد والمزيد من أعمالك. طبعا في خبرنا هذا اللي شوي حسيته شوي غريب، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسماك ظهرت في الطائف بعد السيول اللي تعرضت لها. طبعا ما حقيقة هذا المقطع؟ وأكيد عشان نحكي أكثر يسعدنا أن ينضم لنا للتعليق عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم عارف، مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة ومالك مبادرة تطبيق تقنيات حصاد الأمطار. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. مرحبا دكتور إبراهيم، يعني احنا نسمعك لكن صوتك شوي قطع. الله يحييك، كيف الصوت الآن؟ كويس، ممتاز. بداية دكتور إبراهيم لو تعلق لنا على هذه المقاطع المتداولة على السوشيال ميديا عن أمطار وفيضان وادي سد قرن بالطايف، وش أسباب هذا الفيضان؟ الله يحييكم. أول شيء طبعا أنا ودي أعرج على موضوع مهم جدا للمشاهد أن يعرف أن هذا الموسم وهذه الأوقات هي أوقات سقوط الأمطار على مستوى المملكة، ولكن الجزء الجنوبي اتجاه من الطائف، الجزء الجنوبي الغربي من الطائف حتى جيزان، هذا أكثر مناطق المملكة تساقط للأمطار، قد يكون يعني خلال هذه الفترة وخلال مراحل مختلفة من السنة.
طبعا يعني ودي ان اقول ان ولي العهد الله يحفظه من ضمن مبادراته هو الاستفاده من الميزه النسبيه للامطار الساقطه في هذا الجزء على انشاء السدود في شرق جبال الصلوات وغرب الجبال. وهناك يعني هذه السدود لها احجام كثيره تبدا من 500,000 متر مكعب الى حوالي 20-30 مليون متر مكعب للاستفادة والاستغلال. مرت سنوات اعتمدنا بعد الله سبحانه وتعالى في مياه الشرب على هذه السدود. الكميات الأمطار التي تسقط الآن طبعا محافظة الطائف الجزء الجنوبي منها مع المناطق الثانية تصل يعني تساقط الأمطار سنويا ما بين 250 إلى 350 بينما تفرق عنهم منطقة الجيزان إلى حدود 500 ملي متر بالسنة. هذه الأمطار هذه السدود اللي أنشأت بأحجامها تأتي بعض السنوات كمية كبيرة جدا عبر الأودية ثم تمتلي هذه، وهذه ميزة كبيرة أن يمتلي السد ثم يطير السد إلى خارج الجهة المقابلة للسد للاستفادة منه حتى في ري بعض المزارع وغير ذلك. هذا يعني حبيت أقول في عندنا مبادرتين من رؤية برنامج الرؤية، مبادرة تأهيل مدرجات وحصاد مياه الأمطار ومبادرة الملك سلمان الله يحفظه اللي هي إنشاء 1000 سد على مستوى المملكة للاستفادة من هذه السيول التي تساقط وغالبها تروح يا في البحر يا في أماكن غير استفاد منها. طيب دكتور خليني أسألك، يعني أنت ممكن لاحظنا المقطع أنه في شخص قاعد ويصيد سمك، يعني هل هذا الشيء صدق؟ والله أنا يعني أقول ظاهرة الأسماك هذه في الأحواض المائية، يعني خاصة الأحواض المائية المستدامة، يعني سواء سدود فيها بحيرات صغيرة أو في بعض العيون هذه تتواجد الأسماك منذ 50-60، وأنا يعني بعمري الزمني أعرف أن في بعض المناطق عندنا في المنطقة الجنوبية كنا نذهب ونصطاد بعض الأسماك، يعني لا أسماك قد تختلف عن ما ذكره بعض الناس في أو بعض المختصين بأن الأسماك هذه من الزراعة المائية الجديدة، لا هذه أسماك. السؤال اللي أنا أقول أطرحه للمختصين إذا يسمعونا، هل الأسماك هذه تأتي عن طريق الطيور أبيور البيض عندها مثلا من المهاجرة ثم تستوطن، يعني مثلا على سبيل المثال بعد إنشاء سد الملك فهد تكاثرت الأسماك، طبعا ما ليس هي نقل من هي فالأسماك موجودة بطبيعتها حتى بعد ما تنتهي المياه من السدود نلقى يعني أثارها واضحة وبعضها ميت وبعضها في يعني أنا والله أنا علميا أنا سبحان متخصص في علم النبات لكن الظاهرة هذه موجودة وليس ظاهر. أنا سمعت بعض المختصين يقول لك أنها بعد دخول الأسماك في الزراعة المائية المياه الحلوة، لا هذه قديم من قديم الزمن وموجودة حتى على مستوى أمريكا موجودة على مستوى أمريكا هذه الأسماك، لكن يعني كدراسة وكم خلفية ممكن أفيد المشاهد لا هذا ما أتحفظ أنا ما عندي معلومة أكيد على هذه الظاهرة، لكن موجودة يعني وحتى عند في بعض الروضات وجدوها هل كيف أتت إلى هذه الروضات وهل هي فعلا البيض يتحمل فترة الجفاف ثم يفقس؟ طبعا هذا يعني في اختلاف ولعل إن شاء الله مستقبلا أحد الزملاء في المختصين في مجال الأسماك يفيد البرنامج ويفيد المشاهد الله يحفظكم. دكتور إبراهيم عارف إحنا كثير يعني استفدنا من كلامك وشكرا لك وشكرا لتوضيح يعني بعض هذه النقاط عن الفيديوهات المتداولة. مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقرات سيدتي ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل حتى لا يقع الطلاق كيف يتعامل الزوجان مع بعضهم البعض لإنجاح علاقتهم؟ الحياة الزوجية بيت من زجاج حساس جداً ومع أي شجار ممكن أنه يتصدع بل ممكن أنه يتكسر في بعض الأحيان، لكن إذا تكسر هل أنه ممكن يعود كما كان؟ وعشان كذا نواجه يعني بعض المشاكل وبعض الأرقام ممكن أنها تكون مدهشة في بعض الأحيان، لكن اليوم مشاهدينا راح نوجه لكم أكيد نصائح لكيفية التعامل بين الزوجين حتى لا يقع الطلاق. ويسعدنا أن ينضم لنا في هذه الفقرة الأستاذ يوسف الدهمشي مدرب أسري ومرشد تربوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. حياك الله يا أستاذ، أهلا وسهلا، سعيد بهذه الاستضافة وإن شاء الله نقدم
شيء يفيد إن شاء الله المشاهدين والمشاهدات. أكيد، فعشان كذا إحنا لازم نبدأ نقاشنا هذا أستاذ يوسف بالأرقام، عشان نعرف أنه هذا الموضوع جدا حساس، موضوع الطلاق، موضوع الانفصال، موضوع المشاكل. ما هي آخر الإحصائيات في المملكة من ناحية الطلاق؟ وشي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا الآن لازم نعرف أننا نتكلم في موضوع مهم جدا وخطير جدا طبعاً. هو لا يؤثر على الأسرة وحدها، إنما يؤثر حتى على الأمن، يؤثر على الاقتصاد، يؤثر على السياسة، يؤثر على أشياء كثيرة. وإحنا شفنا كثير من الجنوح أو المشاكل أو الأشياء اللي تصير قد يكون سببها إما خلافات زوجية أو حتى حدوث حالات طلاق، وهذا يعني يعرف المجتمع بشكل واضح. لو تكلمنا على لقاءنا اليوم حتى لا يقع الطلاق، احنا اخترناه لأنه النسب فعلا تحتاج أن نتكلم حتى لا يقع الطلاق، لأن احنا ما احنا محتاجين أرقام زيادة. طبعا احنا عندنا وزارة العدل في السعودية هي المرجع الأساسي والهيئة العامة للإحصاء في هذا الموضوع. الإحصائية الأخيرة اللي هو في عام 1441 عندنا 51,200 حالة طلاق، العام اللي قبله 52,000، العام اللي قبله 58,000 حالة طلاق. طبعا احنا نتراوح في النسب، يعني احنا لو تكلمنا كنسب مطولة يعني على مدى 5 سنوات أو 10 سنوات، احنا تفاوت ما بين 40 إلى 28% حالات الطلاق اللي تحدث في عندنا في السعودية. طبعا وهذا كله يدل على انه مؤشر خطير جدا يجب ان ننتبه له. نعم استاذ يوسف، دائما احنا نتكلم عن الطلاق اللي هو الانفصال، الزوج يروح في حاله والمرأة تروح في حالها، مع انه في شيء اهم وادهى من هذا كله اللي هو الطلاق العاطفي، انه يكون الزوج والزوجة بنفس البيت بس في طلاق عاطفي بينهم. كلمنا عن هذا شوي. صحيح، وهذه هي المشكله الاساسيه. احنا لما نتكلم الطلاق او حتى الان لما قلنا حتى لا يقع الطلاق، كثير من الناس راح بالهم الى الطلاق اللي هو الانفصال، والنسب هذه ترى تتكلم على حالات الطلاق الموجوده الرسميه الموثقه. إن عندنا حالات طلاق اخرى اللي هي ما يسمى الهجر، ما يسمى بالطلاق العاطفي. الطلاق العاطفي باختصار هو موضوع طويل جدا، اختصارا هو ان يعيش الزوج والزوجه في بيت موجودين مع الاولاد، ياكلون يشربون مع بعض، لكن ليس بينهم اي رباط زوجيه يعني. وهو يبدأ طبعا الطلاق العاطفي يبدأ أولا من تقليل الاحترام، ثم من غياب العاطفة، وهذا ولذلك أخذ هذا المصطلح، ثم يرتقي شوي إلى مرحلة حتى يصل إلى مرحلة عدم الكلام بين الزوجين، ثم يصل إلى مرحلة أعلى إلى الهجر في الفراش، ثم يصل إلى أكبر من ذلك وهو هجر بيت الزوجية، فيبدأ الزوج ينام في مكان والزوجة في مكان حتى لو كان داخل البيت، وهذا طبعا يعتبر مؤشر. والطلاق العاطفي هو خطوة للطلاق الحقيقي. نعم. يعني ما يسبق الطلاق، الطلاق بشكل عام وهذه قاعدة احنا نقولها دائما، وانا يعني احب اركز عليها كثير في مجال الاستشارات وحتى في مجال التدريب او في مجال الاستشارات اركز عليها، نقول يا جماعة ترى الطلاق ما يجي بين يوم وليلة. ما في زوجين ينامون يصحون الصباح يقولون خلاص انت طالق بالثلاثة، صح. او هي تروح المحكمة وتطلب الخلع، صح. لا، لكن هي في مسببات، ولذلك بحكم انه اللقاء يعني مختصر انا ما راح اركز على المشاكل الكبرى. انا دائما عندي قناعه واكررها انه القضايا الكبرى طلاقها يجي معها، يعني زوجة اكتشفت ان زوجها مدمن في الغالب تطلب الطلاق. طبعا انا ما يعني ما 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 ما, ما اقول انه هذا الحل، لكن القضايا الكبرى يجي طلاقها معها. لكن احنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا في الاشياء الصغيره اللي قاعده تكبر زي كره الثلج. نعم. فتصل الى مرحله الطلاق، جزء منها اللي هو الطلاق العاطفي. طيب يعني الحين احنا كلنا نتفق انه المشاكل الكبيره واضحه للجميع، مثلا الادمان، الخيانه، العنف، الاشياء اللي ما ينسكت عنها، يعني يا تتصلح يا خلاص. لكن الاشياء الصغيره اللي ذكرتها استاذ يوسف، يعني ليه تعطينا امثله كيف ممكن تكبر انت؟ يعني اليوم قلت نقطه جدا مهمه، هي تافهه وصغيره ولا تذكر، لكن كيف قاعده تكبر؟ كيف قاعده تكبر كره الثلج هذه؟ ايش اللي يخليها تكبر؟ كيف احنا نتفادى انها تكبر ويعني ونعترف فيها كمشكله صغيره ونحلها في وقتها؟ صحيح، انا بس اركز على موضوع المشكله الكبيره. احنا دائما نقول في قضايا كبرى، طبعا الاولى القضيه الدينيه اذا كان الزوج او زوجه يعاني من مشكله دينيه او شرعيه. نعم. القضيه الثانيه وهي احنا نسميها الخلافات الكبرى اللي هي الادمان وليس التعاطي، الادمان لانه يختلف بين الادمان والتعاطي، ثم العنف، ثم هذه القضايا يعني انا ما ابغى اتكلم فيها لانها قضايا كبيره جدا. نعم. لكن ايش القضايا الصغيره اللي مثل كره الثلج قاعده تكبر؟ اول قضيه هي عدم تحمل المسؤوليه، وهذه نقطة خطيرة جدا، وأنا من المنبر هذا أنا ما راح أوجه كلامي للزوجين،
راح أوجه كلامي للآباء قبل الزوجين. ربوا أطفالكم على تحمل المسؤولية. صحيح. يعني تخيل الزوجة قاعدة تتأذى من زوج ما يوديها ولا يجيبها ولا يهتم، حتى وصل إلى مرحلة كبرى جينا في الاستشارات إنه أصل مرحلة إنه أنا مريضة أو ولدي مريض أو أحيانا أحتاج فعلا يعني حتى يعني اهتمام. ما في بعد الصحة شيء يعني لا. ولذلك ما زال يسهر برا ساعات طويلة. كذلك الزوجة نفس الطريقة، يعني كثير من الشباب يشتكون يقول أنا زوجتي ما تتحمل مسؤولية نهائيا، معتمد اعتماد كلي على أمها على أختها بحكم إنه القاعد إنه أنا كنت مرفه في بيت أهلي لا. أو كذا. فهذه من كرات الثلج اللي قاعدة تكبر، هو عدم تحمل المسؤولية. النقطة الثانية هي المفروض تكون قبل الزواج، وهي عدم الاستعداد النفسي للزواج. يعني من الأشياء المفاجئة واللي أنا أقولها، كثير بنات وكثير شباب يتواصلون معنا عندهم مشكلة، فلما يعني يصير جلسة صلح معهم يقولي أنا أصلا ما كنت مستعد للزواج، أصلا أنا أهلي جبروني على الزواج، أنا ما أبغى الزواج. ولذلك إحنا عندنا قناعة خاطئة جدا، إن دائما لما نجي لإطار الزواج نقول القدرة المادية والقدرة الجسدية. صح. إلا ما هو صحيح، في القدرة النفسية. يا أخي في بعض الناس هو يعرف نفسه أنه غير مسؤول. في بعض البنات تعرف نفسها أنه هي يعني طبيعة شخصيتها أنها ما تحب أنه يعني تكون مسؤولة وعندها بيت وعندها، فهنا المشكلة الكبرى. هذا اللي يقولون يا أستاذ يوسف زوجوه يعقل. هذه يعني المقولة اللي تخوف في مجتمعنا. هذه صراحة يعني هذه برضو جزء من المشاكل الموجودة، اللي هي الإجبار، وحنا نسميها عدم الاستعداد النفسي. فهذه من كرات الثلج اللي قاعدة تكبر. ثلاثة، غياب الحوار بين الزوجين. يعني بعض الأزواج لما سلموا قلت تتحاورون، يقول نتحاور. طيب كيف تتحاورون؟ يتهاوشون ما يتحاورون. ولذلك لو سئلنا سؤال في لقاءنا حتى لقاء الطلاق، إيش الوصية؟ طبعا وصايا كثيرة، إيش الوصية اللي ما هي مستهلكة؟ يعني ما نبغى نقول إنه الزوج يحب زوجته يتحب زوجها، خلنا نأخذ وصية عامة نقول إنه إذا أردتم أن تحافظ علاقتكم الزوجية فتعلموا مهارات الحوار، رقم واحد. اثنين، الاحترام. تعلموا مهارات إدارة الانفعالات. نعم. غالب الطلاق يحدث بسبب أمرين، ما في قضية طلاق تحدث إلا يكون قبلها سوء حوار، ما في قضية ترفع المحكمة إلا لأنه في سوء حوار. كذلك إدارة الانفعالات، أحيانا الزوجة في نفس الموقف تقول طلقني، طلقها الزوج، أو العكس صحيح، الزوج في لحظة غضب يطلق. مسألة الاحترام أنا أعتبرها يعني أساس من أساسيات العلاقة الزوجية. يعني أنا دائما أقول هي الصلاة السادسة في العلاقة الزوجية. صحيح. وإحنا دائما نكرر ونقول إنه الاحترام أساس كل العلاقات. صح. علاقة صداقة، علاقة أبوة مع أبنائك، علاقة مع زوجة. ولذلك أنا في القضايا إحنا نركز من ضمنها على موضوع غياب الاحترام. وجزء من غياب الاحترام، طبعا الاحترام لا يعني فيه انه احيانا الزوج يتلفظ الفاظ سيئه او زوجة تلفظ الفاظ سيئه، احيانا يكون بعض التصرفات البسيطه. ايضا من المشاكل اللي قاعده تكبر بشكل بسيط واحنا ما نلاحظها، اللي هو اختلاف القيم والاهداف بين الزوجين. ترى كيف يعني؟ انا اقول لك يعني ترى زوجك مو بخيل اللي ما يعطيك فلوس عشان تصرفينها، لانه انت عندك قيمه المال قيمه منعدمه، ما في قيمه المال، ممكن تاخذ 10000 ريال تصرفها في يوم واحد. فتيجي تقول زوجي بخيل، هو في الحقيقة زوجه مو بخيل، لكن زوجه عنده قيمة المال قيمة عليا. طبعا احنا ما نتكلم عن البخل، البخل من الصفات الكبرى السيئة جدا في العلاقة الزوجية، سواء كان من الزوج أو من الزوجة البخل. لكن اختلاف القيم والمفاهيم، واحدة من البنات عندها قيمة الصديقات عالية جدا، قيمة الزوج أقل، فلما تعطيها صديقتها نصيحة تقدمها على مين؟ على زوجها. كذلك الزوج عنده قيمة مثلا الأخوات قيمة عالية جدا، يعني أي كلمة تقولها مثلا أخته مباشرة على طول يعني سقطها على زوجته. فاختلاف القيم والمفاهيم بين الزوجين. أيضا النقطة الخامسة، احنا قلنا نبغى نطرح قضايا ما طرحت، اللي هي الفوارق الفكرية بين الزوجين. يعني الزوج تفكير بنمط تفكير معين، مثلا تفكير منطقي، المرأة تفكير عاطفي، أو العكس صحيح. فحتى في مسألة يعني التوافق الفكري بين الزوجين، وهذه يعني أنا أوصي فيها الأشخاص المقبلين على الزواج، دائما ابحث عن شخص يتوافق معك فكريا لا يتشابه. في فرق بين التشابه والتوافق. صح. التشابه منعدم بين البشر، أخوان اثنين من بطن واحد توأم لا يتشابهون في. صحيح. الأفكار والمبادئ. لكن احنا نقول إذا ذابت هذه الفوارق الفكرية كانت فرصة نجاح الزواج عالية، وبذلك تقل الخلافات. طيب أستاذ يوسف، يمكن السوشيال ميديا أظهرت نمط في الزواج ما كان أول متداول، إنه البنت كيف تعيش سعيدة،
إذا زوجها قام يكبكب عليها وسفريات وبراندات وتصوير تصوير من المشاهير، فصار عند البنت العادية اللي مثلاً مو مشهورة فكر تأخذ إنه هو الزواج، هذا هو هذا الزواج النموذجي اللي يصلح للبنت. فليت توضح لنا إيش هو الزواج النموذجي. وعشان كذا إحنا نقول انطلاقة من كلامك أستاذة اللي هو الواقعية في الزواج. يجون زوجين دائماً ما عندهم واقعية في حياتهم الزوجية، يعني واحدة متزوجة، وهذا اللي تكلمنا عنه التوافق الفكري. إذا كنت أنت من الآن البنات اللي ما بعد تزوجت، إذا كان أنت هذا هدفك في الحياة الزوجية، إحنا ما نقول صح ولا غلط، هذا موضوع ثاني، لكن خلاص لا تتزوج، لا ترتبطين إلا بشخص يكون عنده القدرة المالية عالية جدا. ومو شرط إذا عنده القدرة المالية العالية جدا يوفر له هذه الأشياء كلها. إيه لا إحنا نقول إنه 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 أيضا السوشيال ميديا بشكل كبير أثر على الحياة الزوجية، ولذلك من العجيب أنه بعض الإحصائيات الحديثة تتكلم أنه من أسباب الانفصال السوشيال ميديا. السوشيال صحيح. ميديا اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، إما بسبب أنها المحاكاة احنا نسميه اللي هي تكلمنا عنها عدم الواقعية، يعني واحدة تشوف مثلا مشهورة دخلها الشهري ملايين وهي زوجها مثلا موظف عادي، فهي تبغى تقارن فيها. وكذلك أيضا أنت سألتيني سؤال على البنات صح ولا لا، بس أنا بسحب أيضا إلى الرجال. كذلك الرجال يشوف كثير من المشهورات، كثير من الشخصيات اللي احيانا يكون ينظر لها بنظره معينه فيبدا يقارنها بزوجته. صح، وهذه مشكله أصلاً. كبيره، وعلى فكره بدات تظهر عندنا في الاستشارات، تقول قاعد يقارني، قاعد يقول لي صيري زي فلانة، صيري زي كذا. ايضا في المقابل يعني اسمح لي استاذ يوسف، انا ما اشوف انه هذا رجل اللي يقول للطريقه للمراه انه قارني فلانه قارني. انت ما تدري عن فلانه، وش يدريك عنها عشان تقول لزوجتك اللي ماسكه بيتك وعيالك وهلك وحياتك صيري مثله؟ يمكن لو صارت مثله بتصير حياتك جحيم، انت ما تعرف الا ثواني في السناب. صحيح، وحتى احنا نقول هذه المشكله، احنا نقول انه رجعنا نقول انه عدم الواقعيه. انت لا تشوف شخص معين، احنا دائما نقول الانسان اجزاء مركبه وليس صحيح. جزء واحد. صحيح. انت الان تشوفه في جزء معين، يعني مثلا رجل ينظر لهذه الفتاه او هذه المشهوره من ناحيه الجمال او من ناحيه الجسد، هذا جزء واحد، لكن قد يكون أخلاقياتها في الحياة الزوجية سيئة جدا. صحيح. كذلك العكس صحيح، أنت البنت تشوفين الزوج اللي المشهور اللي يطلع زوجته ويرفه زوجته ويروح معهم، هذا جزء المادي، لكن قد يكون فيه مشاكل أخرى كثيرة. وإحنا والله في الاستشارات تعلمنا أشياء كبيرة جدا في هذا الموضوع، أنه أحيانا الظاهر، وكثير من البنات والشباب يقول إحنا ظاهرنا وقدام الناس أنه إحنا عائلة سعيدة وعائلة بيننا حب، لكن أنت ما تعرف أنه إحنا لنا سنوات وإحنا بيننا طلاق عاطفي، لكن هذا نظهره أمام الناس. نضيف لذلك أنه دائما نكرر أنه السوشيال ميديا هو تسويق، يعني إظهار هذا من باب التسويق. الحياة صحيح. الزوجية ما فيها تسويق. صح. الحياة الزوجية واقعية، ولذلك هذه أيضا من المشاكل، وخلنا نقول من كرات الثلج اللي قاعدة تكبر بين الحين والآخر. طيب الآثار السلبية أستاذ يوسف اللي تقع على الأطفال، إحنا نعرف أنها أكيد 100% راح تأثر، لكن كيف تأثر وكيف على الزوجين أنهم يتصرفون ويتطلقون طلاق ناجح؟ في طلاق ناجح، في طلاق فاشل، في يعني في الشخصيات اللي تجي تقول لك مثلا أنا والله أحب أروح ورايتي بيضة، أنا أبغى يكون ختامها مسك، يعني حرفيا أنه يتطلقون طلاق راقي عشان هذول الأطفال. كيف هم يخلون طلاقهم راقي؟ كيف إحنا نحاول قد ما نقدر إنه هذا الطلاق ما يأثر على الأطفال بطريقة سلبية؟ وكيف يأثر لو كان الطلاق سيء على شخصيتهم وحياتهم ونجاحهم وفشلهم وإلى آخره على المدى القصير والمدى البعيد؟ فيه مثل شعبي إحنا نقوله دائما، بعض الناس عنده قاعدة يا رايح كثر الفضايح. للأسف صحيح. وهذه للأسف موجودة. نعم. إحنا ما نقول طلاق ناجح، إحنا نسميه الطلاق الراقي. نعم. والمتحضر، والطلاق السيء، والطلاق يعني هو في الأخير الطلاق يعني أمر سيء جدا. نعم. لكن أكيد أن الله سبحانه وتعالى ما شرعه إلا لأنه حل من الحلول. نعم. ولذلك فأمساكم بمعروف أو تسريح وتسريح بإحسان. إحسان. خلينا قبل ما نتكلم على موضوع الطلاق خلينا نحط بس بعض القواعد المهمة جدا في قبل حدوث الطلاق أو حتى لا يقع الطلاق. من النقاط الأساسية جدا حتى لا يقع الطلاق اللي هو التدخلات الخارجية. كثير أزواج والله الزوج يعني بمصطلحنا العام كويس وزوجة كويسة، لكن في بينهم اللي يسمى المخبب. نعم. وأحيانا التخبيب ترى ما يجي بصورة أنه طلقها أو تطلقي منه. أنت زوجك ما جاب لك هدية، معقولة ما جاب لك بهالمناسبة هذه، وهو نفس الكلام، معقولة زوجتك يعني احنا نشوف في العمل، معقولة أنت تجي الصباح وأنت ما تفطر أنا أفطر، ويمكن يكون هذا الإنسان كذاب.
لذلك التدخلات الخارجية أنا أحذر الزوجين منها. أيضا الأشخاص اللي عندهم تجارب فاشلة أنا أحذر الزوجين منهم. في الغالب الشخص اللي حدثت له تجربة طلاق أو تجربة علاقة زوجية سيئة يرى العالم من هذا المنظور، ولذلك أخرج من هذه الدائرة. الأمر الثالث واللي أنا أقول إنه هو من أساسيات حتى لا يقع الطلاق اللجوء إلى مختصين. الآن ما عاد هو زي أول، الآن في مختصين سواء تبع الجهات الرسمية أو الجهات الخيرية أو حتى الجهات الأهلية. طيب أما وأن الطلاق صار سؤالك؟ طيب. إذا صار كيف إحنا نحافظ على نفسية الأطفال؟ كيف نحافظ على يعني أشياء أخلاقياتهم حتى تصرفاتهم مستواهم التعليمي مستقبلهم؟ لأنه إحنا ما يعني ما نبغى هذا الطلاق يأثر عليهم. أوكي أنتوا قررتوا تنفصلون بس في ضحية في النص، في أطفال، يعني في ناس حتى لدرجة أنهم يبدون يقهرون بعض مثلا بالكلام بالتصرفات بالأفعال عشان حتى بغرس المبادئ السيئة مو بس يقهرون بعض في أطفالهم مثلا كره الأب أنا كره الأم كره الجد كره الجدة. فكيف يتصرفون أستاذ يوسف؟ إحنا نبغاهم يحافظون، إحنا نبغى نجاوب على الحفاظ على هذول الأطفال. إحنا نقول دائما للزوجين إذا وصلتوا لنهاية الطريق يجب أن يكون نهاية الطريق كبدايته مثل ما تعرفتوا. وحتى لما نجي يعني احنا دائما نستمد كل تعاليمنا من وين؟ من الدين الإسلامي. يعني احنا دائما ندعي ان احنا مسلمين وكذا، وللأسف في كثير ناس يمثل الإسلام النظري لكن تجي للواقع للحقيقة ما في. يعني الله تعالى يقول حتى لفظ العبارة فإمساكهم بمعروف أو تسريح بإحسان. كلمة إحسان أنك تحسن إلى هذا الطرف الإحسان، وهذا أنا أنطلق منها أنه كيف يكون الطلاق راقي؟ أن يكون طلاق بإحسان. كيف طلاق بإحسان؟ أول أمر أن يحفظ العشرة السابقة، تحفظ العشرة السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة رضي الله عنها ثم ذكرت بسوء عنده فقال ذكر صفاتها، أن لي منها ولد وأنها وقفت معي، ذكر صفاتها. فهذه النقطة الأولى أنه لا نغفل الجوانب الإيجابية اللي صارت بيننا. اثنين يجب أن نبتعد عن عقلية رد الاعتبار، وأنا برد اعتباري وأنا لازم أدبه ولازم أخليه يحس أنه هو صاحب. يعني كثير من العبارات اللي نسمعها ليش تتصرفون كذا؟ والله أبغاه يحس، لأن الزوج هو اللي اتخذ القرار، فتقول أبغاه يحس أنه قراره خاطئ. فلذلك أنا أحاول أني أنا أعاقبه بهذا. الأمر الثالث لما كنتوا أنتم زوجين اثنين وطلقتوا في الغالب حنا نشوف أنه ما يكون في ردود اعتبار كثيرة، لكن إذا كان بينكم أطفال هنا نبدأ نقول هذول الأطفال أمانة صار عندكم. طبعا صحيح، خسران واحد من الطرفين. يعني بعض الآباء يعتقد أنه إذا أنا حرضت أولادي على أمهم أني أنا أنتصر وأتقرب لهم. هذا الكره اللي معهم سيكبر وأيضا سيعود أحيانا عكسيا على من ينقلب عليه على الأب. صح، رقاد يحرض. إذا نزعت الرحمة من الأطفال تجاه أمهم بالتأكيد ستنزع منهم باتجاه أمور أخرى، لأنهم تدربوا من يوم هم صغار على هذا الأخلاقية، أنهم هم ما يرحمون أبوهم ما يرحمون أمهم، فأكيد أن الطفل إذا كبر ما راح يرحم. صحيح. والعكس أيضا صحيح، لما الأم تحرضهم على أبوهم أو على أعمامهم أو على جداتهم أو على جدهم في الغالب سيعود هذا الكره. ولذلك من الغرائب في الطلاق، وإحنا نتكلم موضوع الطلاق، تعرفون أنه أحيانا يكون سبب الطلاق لزوجين أعمارهم 35 سنة هي مشاكلهم لما كانوا عمرهم 5 سنوات. كثير من الاستشارات لما نعمل لها دراسة حالة نكتشف مشاكلهم العائلية، نكتشف أن الزوج يتعامل مع الزوجة بحدة عالية. فلما نعمل دراسة حالة لهذا الزوج نكتشف أنه هو أبوه صغير. وأمه طلقوا لما كان عمره 5 سنوات، وأبوه كان يتكلم مع أمه عن أمه بأسلوب سيء، أنه أمه كانت سيئة، فهو أخذ فكرة سيئة عن من الزواج. عن الزواج. والعكس أيضا صحيح. دائما يجي في بالي سؤال، هل في يوم من الأيام راح يجي عندنا جمعيات تأخذ الأطفال إجباري من أهاليهم في حال عدم تأهلهم على تحمل هذه المسؤولية؟ لأنه إحنا نعرف أن الأطفال هم مجتمع، هم مراية مجتمع بكرة، فكيف أنا أخلي طفل بين بيئة غير سوية؟ هل بيجي يوم؟ موجود الآن عندنا، يعني الآن في جهود تبذلها الدولة لهذا الأمر، والآن في عندنا خط مساندة الطفل، وعندنا برامج الحماية، وعندنا أيضا المحاكم، وعندنا أمور كثيرة تركز. لكن إيش المشكلة؟ المشكلة أنه في أشياء صغيرة أحيانا العنف ليس الضرب، ليس أحيانا يكون العنف النفسي. صحيح، أشد من حرب نفسية أشد من العنف الجسدي أحيانا. بعض الأطفال يتعرضون للعنف نفسي
وهذا تأثيره على المدى الطويل. ولذلك يعني كثير من المختصين في الإرشاد النفسي يقولون أنه مشاكل الأشخاص اللي أعمارهم 30 و 45 سنة قد تكون سببها مراحل الطفولة التربية. ولذلك احنا نعرف في علم النفس النمو وفي علم النفس التربوي أنه من مسببات أو من الأشياء اللي تخلق الشخصية سواء سوية أو غير سوية البيئة. البيئة اللي يعيش فيها الطفل سواء البيئة الضيق الأب والأم أو البيئة الممتدة. أستاذ يوسف الدهمجي يعطيك العافية وشكرا لك لتواجدك معنا. الله يعافيك، شكرا لكم. مشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل، ما هو مفهوم ديتوكس الخزانة للملابس المثالية؟ قد سمعت بمصطلح ديتوكس الخزانة؟ الحقيقة اليوم راح نتكلم عن هذا المصطلح، واللي زي ما البعض منكم ممكن يكون فهم مفهوم أو معرفة ما في دولابك واللي يتناسب مع احتياجاتك الفعلية، وفي نفس الوقت كيف نقدر نرتب الدولاب بشكل مرتب وواضح. يسعدني نرحب معنا في الاستوديو مع المصممة ومستشارة المظهر عائشة البتال. أهلا وسهلا فيك عائشة. أهلا فيكم عائشة. في البداية كلمين عن اختيار خزانة الملابس. تمام، مبدئيا قصدك الخزانة نفسها. إيه؟ طيب الخزانة طبعا كل ما كانت أكبر كل ما كان أفضل، لكن أهم شيء في الخزانة ترتيبها نفسه. إذا كانت أنا خزانتي صغيرة، أهم شيء أني أعرف أنسق الملابس الفاتحة، أنسق احتياجاتي فيها، بناء عليها هي راح تكون أهم من الخزانة نفسها، لأنه مو الكل يقدر يكون عنده مثلا نفس حجم الخزانة أو حجم الغرفة مثلا ما يناسب. فأهم شيء التنسيق نفسه داخل الخزانة. صحيح. قصدك تنسيق الخزانة نفسها ولا الملابس كيف نحطها؟ يعني تقسيم الخزانة ولا؟ لا، هو أول شيء أهم شيء تنسيق الملابس نفسها، لأنه الخزانة إحنا ما نقدر نتحكم فيها أوقات، يعني ممكن لظروف مادية مثلا للشخص أو المساحة عنده ما تسمح إنه هو يكون عنده خزانة بتقسيم معين. لكن أهم شيء كيف هو يقدر يتعامل مع هذه الخزانة وكيف يبدأ يعني ينسق ملابسه بالطريقة صحيحة. طب إيش يعني ديتوكس الخزانة؟ أنا ما أعرف، أول مرة أسمع هذا المصطلح. تمام، بالنسبة للديتوكس هو غالبا الناس يكون عندها أزياء ما تحتاجها أو ملابس يعني مثلا قديمة مثلا، فهي في هذه الحالة تحتاج أن هي تبدأ تسوي تنقية للأزياء تبعها، تبدأ تنسق أول شيء بناء على الأجزاء اللي تحتاجها، الأجزاء اللي ممكن تحتاج تعديل، والأجزاء اللي خلاص ممكن مثلا تكون للتبرع. عايشة أحس الكلام مرة سهل، بس أنا توي أنتوا قاعد تقولون توكس أني أنا قاعدة أتخيل نفسي أفتح دولابي وأطلع الأشياء القديمة، مع أني أنا أكثر تعلق من الأشياء القديمة بالجديدة. فإيش ممكن الحل اللي الواحد تقدر تسوي عشان تتخلص من العادة؟ شوفي، أغلب البنات أصلا كذا يتعلقون بأشياءهم، لكن أنت إذا ما استخدمتي الأزياء هذه مثلا، خلينا نقول مو خلال سنة، مثلا لو خلال موسمين، لأنه مثلا إذا أنت اشتريتي شيء شتوي ما حتلبسيه طول السنة، أنت حتلبسيه بس في فترة الشتاء. صح. طيب إذا جاء الشتاء الثاني وأنت ما استخدمتي، فأعرفي أنه راح يظل عندك بالخزانة ما أخذ مساحة بدون أي استخدام، فخلص لازم يكون عندك هذا الجرأة أن أنت تبدأ تستغني عن الأجزاء اللي ما تستخدميها. صح. طيب خلينا نتكلم عن خزانة ملابس العروس الجديدة. يعني العروس لما تجي تتزوج تبغى تشتري كل شيء في السوق، وتشتري ما شاء الله حق شهر العسل وحق الشتاء الجاي وحق الصيف وحق العزاي وحق كل شيء. فكيف العروسة ممكن تجهز نفسها بالأشياء اللي فعلا هي تحتاجها؟ لأنه أحيانا وكثير نشوفها عرايس يشترون أشياء ما يحتاجونها، يعني يمكن 50% من الأشياء اللي تشتريها آخر شيء لا تلبسها ولا تستخدمها، يا تطلعها يا تجلس في الدولاب. فكيف أنها ترتب خزانتها بالطريقة الصح؟ طيب أول شيء هي لازم تحدد شكل جسمها، لأن هذا لما أنا أحدد شكل جسمي هذا يخليني أقنن التصاميم اللي أنا أشتريها. طيب بعد ما تحدد شكل جسمها ونوعية بشرتها، تبدأ تقسم الأزياء على حسب احتياجها، مثلا ملابس للخروج، ملابس للبيت، ملابس سهرة، فهي تبدأ تقسم. بعد التقسيم هذا تبدأ تحدد ميزانية لكل قسم من الأقسام. كمان التخفيضات لا تأثر عليها كثير مرة، لأن لما يكون في تخفيضات بدل ما تشتري مثلا بألف ريال قطعتين ممكن تشتري خمسة، فهي بالتالي اشترت خمسة قطع كثرت على نفسها بدون أي حاجة لمجرد أن هي عجبتها. فإذا هي ركزت على توزيع الميزانية على احتياجها
ورغباتها في التصميم أو الأزياء راح تأخذ شيء مناسب لها. طيب كيف أرتب دولابي على حسب الموسم؟ يعني مثلا أنا عندي الشتاء، لما جيت أرتب الشتاء ما أدري، أتوقع كل البنات مثلي، أحس أني أنا أحتاج التوبات، أحتاج هذه فأخليها، أحتاج اللقنات أخليها، فصار كل اللي عندي صيف وشتاء مع بعض. مع بعض. طيب شوفي، شوفي مثلا اللقنات التوبات هذه يعني إحنا ممكن نستخدمها عادي، لكن ما راح تستخدمينها كلها، يعني لو شيء مثلا صيفي بحت ما راح أقدر أستخدمه تماما، هذا أنا لازم أخاف أنه أنا أسافر وارجع مرة ثانية أفتح حق الشتاء، فخلي كله قدامي. إحنا ما أنت مثلي كذا؟ أنا يعني إيه، في أشياء المريحة لازم، ما أقدر. في أشياء أنت دائما تستخدمينها صيف شتاء، دائما تستخدمين تحسينها يعني تمشي على كل المواسم. صح. بس غالبا هذه تكون أشياء مثلا يعني ما هي حقت مناسبات. صح. لكن أنت مثلا عندك بالطو ما حتلبسيه في البيت، أنت أكيد حتلبسيه مثلا في مكان معين بطريقة معينة، لكن تبات الأشياء هذه حتى هي ممكن تكون جزء ثاني تحت اللبس الشتوي، فعشان كذا أنت عادي ممكن تستخدميه، لكن مو بكل شيء يعني مثلا. يعني الحين ما شاء الله تلقينها عندها walk in closet اللي هي الخزانة، اللي غرفة كاملة ما شاء الله، ملابس من كل الماركات، شنط كل الماركات، تفتح الدولاب لما تيجي معزومة على عشاء ما عندي لبس، ما عندي شيء ألبسه. صح صادقة. إيش سر هذه الجملة؟ ما يعني أنا ودي أطلع الدولاب، يعني ما شاء الله لو تفتح محل بتغتني من كثر الملابس اللي عندها، وفوق هذا كله ما عندي شيء ألبسه. والله ما هي نفسي أنا فعليا، كل البنات كذا يا أودي، كل فعليا كل البنات، ليش كذا؟ ليش؟ لأنه هي تشتري أشياء هي ما تحتاجها. أوكي. بس عجبتها جميلة. طيب اللي أنا يعجبني الحين بحتاجه بكرة، فأنا لما أشوفه عليه خصم بأخذه عشان بكرة إذا احتجته ما أرجع مرة ثانية وألقاه بالقيمة الأساسية حقته. صح. أنت أخذتي بناء على الخصم، ما أخذتي بناء على هو هل يعجبني أو لا. لا يعجبني أكيد، ما راح أدفع فلوس اللي هو عجبني. طب ليش ما قعدت تلبسي إذا ما لبستي في مرة مناسبة أن أنا ألبسه؟ شوفي هو حيكون عندك سبب أكيد أن أنت ما لبستي هذا الزي، عشان كذا أقول أنه لو مر موسمين، أو في ناس يقولوا سنة، بس أنا أشوفها مثلا موسمين أفضل. لو مر موسمين أنت ما لبستيها عندك سبب مقنع أنت ما قاعد تلبسيه، يعني جربتي مثلا ما عجبك عليك لما جربتي، بس أنه لا خليه راح أحتاج احتياط، مبدأ الاحتياط. فكل ما كان عندك مبدأ الاحتياط عالي، كل ما جمعتي أكبر قدر من الأزياء أنت ما تحتاجينها أصلا، بس ما أنت قادر تستغني للمبدأ نفسه، مو عشان الزي. إن شاء الله يا رب أنه أنا أصير كذا عندي مبدأ الاحتياط يروح. بس يوالها شجاعة شوي. أكيد أنا ما أقدر أصير شجاعة بكل شيء إلا بملابسي وأراضي وشنطي وجزمي، الله يكرمكم، ما أقدر. طب خليني أسألك، إيش الحلول عشان أستغل خزانتي بالطول وبالعرض؟ كذا ترتيبها يكون بالطول وبالعرض، يعني أنا مثلا دولابي دورين طالع من الملابس، وأنا دولاب يعني غرفة كاملة كلها دولاب، فعليا ماني قادرة أسيطر على موضوعي. لا وعندي خزانة فوق يعني حق الشتوي والبالطو هذه الأشياء، بس ماني قادرة أن أنا أرتب موضوعي، دائما غرفتي حوسة حق الملابس. طيب في طريقة تنظيم للأزياء، الطريقة اليابانية، في منظمة اسمها ماري يابانية، هي بدأت مسيرتها هذه لما كان عمرها 19 سنة، كانت تنظم الخزائن لصحباتها، بعدين بدأت أخذتها كمهنة وبدأت تصدر كتب في طريقة التنظيم. أول شيء أي زي البناطيل، اللقنات، الأشياء البسيطة، التيشيرتات اللي تطبق، مبدأها إن هي تطبقها على شكل مستطيل، بعدين تقسمه بالنص، تمام، بعدين تقسمه على 3 مراحل فيصير عندها شكل مستطيل. الطريقة هذه تخليك تخزنين أكبر قدر عندك من الأزياء اللي أنت تحتاجينها طبعا، بنفس الوقت ما يكون في فائض برا، ما يكون في حجم كبير من الأزياء، فكل شيء يطبق حاولي أنك تطبقينه. الأشياء الوحيدة اللي تعلقينها اللي هي ممكن مثلا تتكسر لو طبقتيها ومحتاجة أنت طبعا ترتدينها بسرعة، فعندك مثلا التنانير، عندك مو كل البناطيل، البناطيل اللي قماشها خفيف، وعندك الجاكيتات، هذه كلها تبدأ تترتب. طبعا كمان طريقة الترتيب تعتمد على الألوان، مثلا الألوان الفاتحة وبعدين يبدأ يتدرج، لأنه يكون مريح للعين وتعرفين أنت تختارين. طبعا عشان خلينا نتكلم عن، يعني ذكرتي في البداية شكل الجسم، الألوان وإلى آخره، في ألوان حلوة تصير ترند، مثلا الفسفوري صار ترند فترة، الأورنج صار ترند، يعني ألوان اللي يعني مو كل شخص تناسبه. مثلا كيف أنا أعرف الألوان اللي تناسبني واللي ما تناسبني؟ كيف أنا أعرف الستايل اللي يناسبني والستايل اللي ما يناسبني؟ يعني في بنات مثلا تقول لك هذا ترندي الحين، مثلا الفستان هذا أو البنطلون هذا، بس يمكن ما يناسبها. صحيح. كيف هي تتعرف قبل ما تشتري؟ لأنه في ناس كثير يشترون على عمى بس عشان ترند. صح.
طيب أول شيء عشان تعرف لون بشرتها وتعرف ستايلها هي لازم تتوجه لخبيرة مظهر، بالذات في موضوع الاختيار لون البشرة، عشان الستايل خلينا نقول كل واحد هو رغبته بهذا الستايل حابب يظهر فيه، لكن كيف أنا أستخدم هذا الستايل بطريقة تناسبني أنا مثلا تتناسب مع جسمي. أما اللون هذا يحتاج له دقة أكثر، فإنه الخبيرة هي تقول لك عليه، وحتى الستايل الخبيرة راح تدلك بس بطريقة تناسب جسمك، يعني ما يكون مثلا يظهر مثلا المساوئ اللي في الجسم أو يبين أقصر أو يبين أطول بزيادة، فأنت محتاجة تنسق ما بين الألوان والستايل. طيب عاش، وش النصائح اللي تعطينها للبنات إذا هي تبي تبني خزانة جديدة؟ أول شيء جسمها، لأنه إذا حددت جسمها ما رح تشتري أي شيء ما يناسبها، ولون بشرتها طبعاً. ثاني شيء ما تشتري وهي متوترة، أغلب البنات إذا كانت متوترة أو مكتئبة أو حزينة تروح تشتري، فبالتالي هي رح لأنه العملية هذه ترى تخفف من الضغط النفسي الشراء، لكنها لها جانب سلبي أنه هي راح تخليك تشترين أزياء أنت ما تحتاجينها، فلازم تشترين الأزياء وأنت مستمتعة فقط بمرحلة الشوبينج يعني نفسها. بالإضافة أنه تكوني عارفة احتياجك من الأزياء، هل هذه أنت محتاجتها أو لا، وتقسيمك للأزياء، هل أنت حابة تشتري سهرة، هل أنت حابة تشتري كاجوال، انت نمط حياتك اكثر ايش مثلا، هل انت مذيعه، هل انت مثلا ايش تخصصك بالضبط في مجالك يخليك تشترين الازياء اللي تناسبك، بحيث انت ما يكون مجالك شيء وتشترين ازياء لما يجي وقت عملك ما تقدرين تشترينها. هل انت مثلا مدربه رياضه، ايش نمط حياتك، لازم تشترين الشيء يناسبه. عائشة البتال مصممه ومستشاره مظهر، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل، أيهما أفضل لإنتاجية عالية، العمل عن بعد أم في المكتب؟ لا شك أننا نعيش وعلى مدار السنتين اللي راحت تقريباً تغيير كبير في الحياة من كل جوانبها، ولعل الأبرز هو طريقة العمل لكل الناس طبعاً إلا إحنا يعني في هذا المجال. دائماً يمكن نسمع أن العمل يحتاج صفاء وتركيز وروقان وممكن تأديه من البيت، وهذا يضمن لك إنتاجية عالية. وفي ناس يقولون لو أجلس في البيت نسيت أني موظف ولا أنجزت شيء. طبعاً إحنا نبغى نعرف إيش الأفضل، الشغل عن بعد ولا الشغل من المكتب؟ فعشان كذا مشاهدينا خلونا نسمع أجوبتكم في قول رايك مع مبارك الكويكبي. في الوقت الحالي أنا أشوفه إنه ما عاد صار يفرق، أفضل شيء صار من عن طريق عن بعد، بس على هي على حسب نظام عملك إيش يتطلب، هل هو عملي أكثر أو إنه عادي تقدر تخلصها من بعد. وأنا أفضل أنه من بعد، في الوقت الحالي كل شيء صار من بعد. في المكتب، لأن المكتب يعطيك روحانية العمل وأمورك تكون كلها جاهزة في المكتب، تكون أنت متعود على هذا المكان مكان عمل. ثاني شيء إذا أنت صحيت وطلعت من المكان اللي أنت فيه نمت فيه الغرفة أو المنزل، خلاص أنت تكون مستعد ومتهيئ داخليا للعمل. أنا أشوفها عن بعد لأنها تتيح لي الراحة في العمل يعني. عن بعد الآن يعني يكون أريح لي، وحتى يعني اقدر اسوي في سريري او حتى لو كنت في سياره، يعني في كل مكان يعني يمديني. عن بعد طبعا افضل العمل لانه اريح من بالدوام بالشتاء والبرد والطلعه يعني من البيت، والاطفال احسن لهم، وبعدين يبغى الاطفال خصوصا الابتدائي يبغى لهم اهتمام في المدارس، يبغى لهم عنايه، والمدارس يبغى لها يعني اهتمام فيهم. اطفال ما يعرفون يعني يلتزمون بالكمامه ولا يلتزمون بالاحترازات ولا شيء، خصوصا الاطفال. شكرا مبارك على هالسؤال الحلو اللي يمكن كثير ناس تختلف فيه على حسب الشخصيات والإنتاجية وأشياء كثير يمكن نعتمد عليها. طبعا أنا يمكن في البداية قلت لكم إلا إحنا، لأنه فعلا يمكن في الإعلام وكل اللي كل الزملاء والزميلات في الإعلام يعرفون إنه إحنا كانت عندنا تصاريح خاصة إنه إحنا نطلع ونجي عشان نطلع هوا ونسوي لكم فعاليات وإنترتينمنت ونقدم لكم محتوى يعجبكم في أيام الحجر، لكن الصراحة كان شوي ضيق الصدر.
توي كنت احكي لأودي اقول لها مره يضيق الصدر لما نطلع الشارع تلقينا فاضي، يعني فاضي ما في الا انت لحالك، يعني ما في لدرجه انه انا العساكر اللي في نقاط التفتيش صاروا يعني صرت امسي عليهم هلا والله شلونكم شو اخباركم، يعني خلاص صاروا عارفيني انا في الوقت ايش اللي اطلع واي وقت انا ارجع، يعني كان صراحه يضيق الصدر. بس بعدين بقول لكم طبعا رايي على موضوع الانتاجيه والبيت ولا الشغل ولا المكتب، بس ودي اعرف اودي انت وش رايك، انت عندك راي مختلف وش رايك؟ شوف يعني الصدق، تبون الصدق ولا تبون اقعد اسولف؟ لا نبي الصدق طبعا، اسولف اني انا مذيعه. لا لا قولي الصدق. الصدق انا على حسب المود، انا في البيت ولا انا في الدوام، اذا انا مودي كويس بنتج بس فعليا راح انتج افضل اذا كنت في مكتب في مكان انا احس انه هذا مكان شغل. في البيت عمري ما راح انتج ولا شيء، يعني انا تو قبل شويه اقول لمها اعلانات وهي اعلانات يلا يلا ننتجها في البيت لانه مو مكان مهيئ انه انت تكونين تحسينك انت قاعد تشتغلين، بينما لما تحسينك قاعد تشتغلين وطالعه مكتب او رايحه مكان مخصص لشيء معين تحسين بجديه الوضع فتنتجين اكثر. انا طبعا هي على حسب الناس، يعني الناس مو كلهم زي بعض، يعني كل يختلف. في ناس لا تقول لك انا مثلا من البيت انتج اكثر، اروق في البيت وانتج اكثر، في ناس تقول لك لا والله انا ما اقدر، في ناس تقول لك لا انا لازم واحد فوق راسي عشان اعرف انه انا انتج، عرفتي؟ غصب لازم احد فوق راسي عشان انتج صح. انت شوفي انا للامانه انا ما يعني ما جربت هذا الشعور على نطاق العمل، لكن خلينا نسحب شوي نطاق الدراسه، يعني ايام الجامعه مثلا انا احب الدراسه، انا فعليا احب الدراسه، ما ادري يعني ناس كثير تستغرب بس انا فعليا احب الدراسه، بس اني ما احب في البيت، يعني مثلا هوم وورك برزنتيشن، عندي بحث، عندي اختبار، عندي ايا كان، افضل انه انا ادرس في المكتبه. فكنت وش اسوي؟ اخلص الكلاسات اروح المكتبه، لما اخلص دراسه ان شاء الله ما اخلص الساعه 12 بالليل عادي، بس اهم شيء يكون لانه المكتبه هدوء، المكتبه اضاءتها زينه، المكتبه فيها المراجع حقتك، الكتب اذا تبغين شيء زياده تبين معلومه زياده، عندك الانترنت سريع، كل شيء مهيئ انه انت فعلا ما يجيك النوم اصلا، يعني في المكتبه صاحيه لازم. فانا كنت اجلس في المكتبه يعني اجلس 5 6 12 ساعه ان شاء الله، اخلص اموري كلها اضغط على نفسي اروح البيت، بيتي مكان الراحه، تلفزيون قدامي، أكل حلو. يعني عرفتي أي خلاص أكون أنا أنجزت وخلصت. فأنا أتخيل نفسي يعني حطيت نفسي مكان الموظفين مثلا اللي وظائف مكتبية وينجزون، أتوقع أنه لا بختار المكتب، أنا راح أختار المكتب لأنه في البيت بقول شوي نص ساعة ساعة والله العظيم، لأنه هذا اللي يصير، هذا اللي يصير يا أودي. يعني أنا مثلا أنا أرجع لك موضوع الدراسة مثلا، خلنا نقول هومورك مثلا أو واجب مدرسي، كنت أخلصه مثلاً في نص ساعة في المكتبة، أرجع البيت لو قررت أني أسويه في البيت بقعد 5 ساعات بقعد 5 ساعات ما خلصت. شكرا لك. اللي كل شوي أخذ بريك، كل شوي يجيني اتصال، يعني في المكتبة خلاص جوالي سايلنت، أصلاً ممنوع أن جوالك يكون على الصوت لأنك تزعجين الآخرين. فأنا أحس لا أنا مع موضوع المكتب، مع أن يعني الغريب في الموضوع أودي كنت أقرأ أيام الحجر تويتر، شركة تويتر قفلت أغلب مكاتبها في نيويورك، هم مقرهم قفلوا أغلب مكاتبهم الموظفين لأنهم أيام الحجر كانوا ينتجون أكثر في بيوتهم من أنهم إذا جو المكتب، تخيلي جو المكتب وداوموا إنتاجيتهم أكثر في بيوتهم، وكمان عملوا يعني خلنا نقول اقتصاد في الميزانية من ناحية المواصلات، من ناحية البدلات، هذه الأشياء وأجارات المكاتب. فالناس تختلف، ما أدري، أنا أقول لك الناس تختلف، بس أنا والله العظيم إذا في البيت بقعد أتسدح طول الوقت وجيبوا قهوة وحطوا قهوة وما عجبتني القهوة وغيروا القهوة وقعد على ذا الحال. فأنا بعد نفس الشيء مها، نفس رأيك، أشوف أنه في المكتبة أو في المكان المخصص إذا كان شغل أو كان دراسة. مشاهدينا راجعين لكم بعد الفاصل. بعد الفاصل، ما هو الذكاء الأبيض وكيف يساهم في حل المشكلات بين الناس؟ يهتم كثير من الأشخاص بتنمية الذكاء وتطوير آفاق التفكير والتعاملات مع الناس، خصوصاً أنه كثيراً منا يجهل طرق التعامل والتفاعل بذكاء مع الأشخاص. معنا اليوم المختص النفسي رائد العبيد اللي عمل دراسة لمدة طويلة حول الذكاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ رائد. حياكم الله. أهلا وسهلا، برنامج جميل سم
أقول برنامج جميل ما شاء الله ومتابع. الله يسعدك عليه. يخليك ربي. طيب أستاذ رائد، في البداية كلمني عن الدراسة اللي أنت سويتها وكم أخذت منك وقت؟ طيب يعني يقولي على المسافة 10-15 سنة ما أبغى يطلع العمر يعني اللي فاتت هذه، كنت ألاحظ أشياء كثيرة يعني أتمنى لها إجابات. يعني ما يجيك أحد كذا ينكد عليك وأنت أصلا مبسوطة، أنت في اجتماع جالس يجيك واحد كذا ياخذ الاجتماع كله بطاقة سلبية ودك أنك أنت تأخذه ترميه من الشباك. صح. أو مثلا أنك أنت تكون في يوم أنت مهدود فيه وتعبان، والأصل أنك أنت تؤدي كثير من الأعمال فتبغى تنجز أشياء كثيرة. عندي أنا إجابات لكل واحدة الحال تمام. فقلت ليش ما يكون فيه بلاتفورم، يعني يكون فيه نموذج، هذا النموذج أقدر أركبه في كل شيء، لكن في غالبية الأشياء اللي تصلح مع مين؟ معي أنا شخصيا في البداية. يوم اشتغلت معي زين بدأت أدربها وأعلمها للناس، لقيتها اشتغلت معاهم، فبدأت ألاحظها على الناس اللي حولي والناس اللي حولهم لاحظوها على الناس اللي حولهم، وبدأت المسألة بهالطريقة. في شيء اسمه الذكاء الأبيض، طبعا أنا أول مرة أسمع عن موضوع الذكاء الأبيض، كلمنا عنه وشو؟ هو مؤلفة واحد يشبهني أنا أنا المؤلفة أنا مصلح له. الجملة في كلمة الذكاء الأبيض، كنت مرة أنا عندي ولدي قاعد في المرة أشوفه مرة يرسم ورسام، فشو يجيب ورقة أو اللوح الأبيض هذا فيبدأ يضع فيه إيش الألوان. صحيح. فإذا لخبط وش يسوي؟ ياخذ يستنى لين اللون ينشف بس، ثم يستخدم اللون الأبيض مرة ثانية وإيش ويدهن عشان يعدل الصورة. فقعدت أتأمل قلت هل يمكن يكون هذا الشيء موجود برضه في حياتنا؟ والأحداث حولنا ضخمة كبيرة، هل أستطيع أني أبيضها؟ طيب هل ممكن يستخدم هذا اللون الأبيض بذكاء؟ فجت الكلمة وش المهارات اللي ممكن أنا أخذها من المعلومات المتناثرة في تخصصي كعلم نفس اللي أجمعها وتكون فعلا تستخدم في أدوات وأساليب في ذكاء أبيض؟ بعطيكم تعريفها تنبسطون. طيب كيف ممكن نستفيد منها؟ جدا. أول أمر خلنا نأخذ تعريفه، وش رأيكم نعرف القصة وشي. الذكاء الأبيض باختصار هو رغبتي أنا أول وقدرتي على أني أحمي سعادتي. يعني في ناس ترى ما عرفت تنبسط، يعني لما انبسط ترى على طول أدنى واحد كذا يطيره من سعادته ومن موده. صح صادق. فأنت عندك رغبة أنك أنت تسعد نفسك وتحافظ على سعادتك. هذا حين واحد. بعدين رغبتك أن هذا الشيء ما يضيع تبني فيها علاقاتك أنت مع الناس. عندك علاقات، مو كل العلاقات سليمة تبي تنظفها. حلو. بعد كذا هالعلاقات هذه بها السعادة اللي صارتك تبدأ تبذل فيها إنجاز. هذه باختصار محتاجة إلى أدوات، أدواتها هي اللغة البيضاء. طبعا يعني أنا أحس الكلام سهل بس برضو وضح أكثر. جدا وضح لك. أنا لو عندك الآن صفحة، لو فتحت صفحة بيضاء قدامك في الأيباد اللي قدامك، تمام، أنت بإمكانك تكتبين أي شيء سالبا كان أو موجب. أوكي. ولا لا نفس الحياة بالضبط، أنت ممكن تسجلين فيها شيء زين أو شيء سين. أوكي. أو ممكن تمسحين أو ممكن كذا، فأصبح الأصل في الموضوع هو التفاعل في السالفة. طيب تراكم ندخل ناخذ واحدة من المهارات على طول كذا مباشرة. يلا. طيب بس تضحكون يعني خلي الموضوع يمشي كذا. كل إنسان عنده حارسين. حارس اسمه تمتوع، أنا مسميه تمتوع. أي. كلام علمي، أنا ممكن أتكلم كلام علمي بس كنا خلنا نأخذ الموضوع ببساطة. إيش معنى تمتوع؟ تمتوع هو الشخصية اللي استخدمتها مع اللي محمد منصور اللي عند الباب بشوي ذا اللي حط ركب لي المايك. جلست جنبه قلت خلي تمتعها معه. لأن الأصل إني أبغى أشحن نفسي، وجنبي هالرجال من الشرقية، قلت أنت من الشرقية؟ قال لي من الشرقية. قلت أنتوا اللي القطر عندهم القطار وقف في المحطة في رمضان، ما شاء الله المنطقة كلها جابت صحونها وغذت الناس اللي في القطار. الكلام هذا قلته لمين؟ قلت له. إيش حس فيه هو؟ انبسط، استانس. هذا أدى اللي أنا شو صيل لي أنا؟ سعادة، إني استانس في اللحظة، طاقة. الكلمة هذه اسمها تمتع، هذه لغتي الشخصية. فأنا صبغت اللحظة الحين باستنطاقه بالموجب، وممكن أفعل هذا الشيء مع نفسي. تمتوع هذا هو الحالس الشخصي اللي لازم أنت تستخدمه مع نفسك، لازم تربيه، لأن الناس وانت ماشي في كل مكان في أشياء كثيرة هتاخذك من جوك. لو ما عندك القدرات والمهارات على أنك تحمي نفسك هتتعب. إذا أول شخصية شو سميناها؟ تمتوع. تمتوع. شخصية ثانية قدامها كذا مزعجة جدا اسمها نقنق أو النقنق، حتى بالإنجليزي يسمونها ناقينج، يعني حتى بالإنجليزي الشخص اللي نقاك. يعني سبحان الله على طول.
تحطه في مكان يطلع لك الأخطاء، يطلع لك الأشياء، يطلع لك يعني سبحان الله هو كذا أصلاً، يعني هو يعبر عن ذاته ووجوده بأنه ينتقص كل شيء وأي شيء. هذا نقنق تقدر أنت تقاومه بإيش؟ بالتمتع. طيب تمتوع هذا شو يسوي مع نقنق؟ ينسحب منه لأنه يحمي نفسه. يعني دائماً الحين لو جينا وسألتيني مثلاً قلت لي أنت ليش حاط رجلك على رجل؟ سألني يقول ليش جالس كذا؟ أنا بجاوبك. عشانك ما أخذ راحتك. لا لا سألني السؤال أنا بجاوبك. آه طيب أوكي ليش قاعد كذا؟ قولي ليش أنت سألني السؤال. ليش أنت قاعد كذا؟ أقول لك وش كيف تبي نجلس؟ بسأل سؤال ما فيه تصادم. أوكي. ليش؟ لأني أبغى تمتع أنا جاي مبسوط أصلاً. طيب بس بعض الأحيان بعض الناس يشوفون إنه هذا استهتار. لا جيبها بطريقة حلوة وشيء جميلة ومرتبة وراكدة ما تدخل مع الشخص اللي قدامك بأسلوب مو مؤدب. لا أنت تحاول تشحن نفسك منه. الدنيا حلوة جدا بس تفهمها بشكل بسيط حتلاقي أنها لن تستمر في نمط واحد. أنت في يوم بتكون أنت زعلان وفي يوم بتكون أنت فيه مبسوط. ففي اللحظات اللي تكون فيها أنت زعلان انسحب روح. طيب يلا جاوبني. هاتي أنت جاوبني. أجاوبك على السؤال هذا ليش جالس كذا؟ إيه ليش أنا جالس كذا؟ كيف تبيني أجلس؟ ما شاء الله. لا أنا الحين أنا سألتك صح السؤال وأنت جاوبتني كيف تبيني أجلس بكل برود. تستظرف؟ لا ما استظرف طبعا. إذا كان ضايقك الاستظراف فأنا أمسح السؤال هذا مرة ثانية. وش ضايقك بس علمي. أوكي عجبتني. شو اللي حاصل؟ اللي حاصل إني أنا ما عندي أي حكم عليك في شيء ولا أبغى أقنعك في شيء ولا ودي ضيق صدرك في شيء. أنا كل اللي أبي بس السلامة وأحمي نفسي في البداية. أوكي. الآن أكرمك الله الآن لو طلعنا كان في مسمار في الشارع وحصات كثير ولا صح؟ فكرين في كل حصات ومسمار موجود في الشارع؟ لا طبعا. أكرمك تلبسين الجزمة وتمشين وانتهى الموضوع. فأنا أبدأ أحاول قدر الإمكان أني أحمي سعادتي. هذه واحدة من الأدوات المهمة جدا وتمتعها في مقابل النقنق اللي حيأتيني. لأني لو تركته حيدخل فيني واندخل فيني وش يصير فيني؟ أتنكد. مش أتنكد. أنت لو ركبت سيارتك أنت أنا مع واحد توه شاري سيارة فخمة مبروك ما شاء الله بس يا أخي لو كان فيها الفتحة لو كان الموديل هكذا لو الجنط فيها سبحان الله يعني ما في شيء ثاني زين. سيارتك أفضل سيارة في المدينة يعني ومع ذلك جالس ما زال إيش ينقدك وينتقد. فهمت لك. يعني إحنا نفهم من كلامك أستاذ رائد إنه الإيجابية والسلبية تأثر علينا وهذا يمكن يعتبر استشفيت من كلامك صحيح اللي إذا غلطانة الذكاء الاجتماعي وهذا يعبر عن الذكاء العاطفي. يعني إحنا نعرف كمان من أشهر العلماء في العالم وإحنا قاعدين الآن ندرسهم أينشتاين ذكاء 160 في اختبار الآي كيو تقريبا. لكن ما نعرف إذا هو ذكي عاطفياً أو لا. فهل الذكاء العاطفي أو الاجتماعي ممكن أن ينعكس على الذكاء الأكاديمي أو العلمي والعكس صحيح؟ هل الذكي كذا يعني في الكتاب أو البوك سمارت يسمونه بالإنجليزي يكون ممكن أو شرط أنه يكون ذكي عاطفي عاطفياً؟ ممكن إذا تدرب. نتدرب يعني مو شيء أن الواحد ينولد فيه؟ لا 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 طبعاً أكيد. في ناس جيناتهم ما شاء الله يعني جيناتهم جينة مريحة يعني تلاقينه هو أصلاً ما شاء الله كيوت أو عائلة ثانية عائلة نكد يعني الجين حقها نكدي هو جد وعم العائلة كلها أصلاً نكدية جاية. طيب كيف يدرب نفسه؟ أنت قلت ممكن أن الواحد يتعلم واحدة من الأشياء هذه فيبدأ يعي. الحين نبدأ يعي بعض الأدوات. أنا الحين قلت لكم أنه في أكثر من شخصية صح؟ افترض أنه تعلم الحين أنه يبدأ يكون عنده هم أنه يحمي سعادته صح؟ وقلنا تحمي سعادتك منك تتمتع منك انت ايش يقبلها التمتع حتى تحفظينها على فكره ترى ما تبي ناسيتها تقعد معاك في ذهنك. في مقابل التمتعه شخصيه ثانيه اسمها طبطب وهذه هذا اللي يهون عليك كل شيء اتوقع. لان شوفي في بعض الاوقات انا ما اقدر انبسط يعني معليش انا يعني مخنوق يعني انت تداومين هنا كم قاعده واحد ورا واحد ورا واحد في وقت احد يقول لك نكته برا يعني ما عندي وقت لشيء زي كذا صح. بس ممكن ابدا انسحب من الاشياء ما احاول ارد. شفت الجوال لما يكون لو باور مود اللي هي نفس الشيء فتبدين تخفضين الطاقه تهدين وتهدين الى ما تحسين نفسك انك عندك القدره انك تتمتعين. طيب ندخل في الشخصيه اللي تكمل لك الحياه شوي. الشخصيه اللي بعدها انا اسميها وهي مهمه جدا في الحياه اسمها حلحول. والله انت قاعد تقول شخصيات يا استاذ رائد الصراحه. هم اربعه أوكي. ما معديهم. اوكي تفضل. الحلحول هو الحل انك تبحث وتتجه للحل. انت ممكن تضحك انا احيانا وانا ادرب الكلام هذا ادربه للمدراء شركات. انا رئيس مجلس اداره شركه فيها 2000 موظف
ما اقدر كيف اتابعهم كلهم واشوفهم اذا ما كنت شخص استطيع ان احافظ على متعتي الشخصيه؟ بيجننوني. ولو كنت انا جالس مثلا في اجتماع ولا اقدر اوجه الناس الى انهم يبعدون عن النقنقه، يعني تعرفون النقنوق هذا شلون شكله وين عايش؟ عشان تتخيلونه، هذا شخص لابس جلوفز وقاعد في الحلبه. عشان تتخيلون الموضوع تعالوا خلينا ناخذ الاستوديو هذا ونحطه في الحلبه. نبدا ننتقد، يا اخي ليش الاضاءه قويه؟ ليش هذا كذا؟ صح؟ ليش هذا كذا؟ لكن ممكن تقولين انت تقول طيب بغض النظر عن الكلام هذا، كيف ودك يكون مستقبل هذا الاستوديو السنه الجايه؟ انت وين وجهتيني الحين؟ من اللي جاء؟ راعي الحل اللي يحل، واذا بدا ينقنق مره ثانيه اجي اعيد عليه مره، ما ادخل معاه في نفس الحل في نفس السالفه، ابدا انتقل ايش؟ الى الحل. فاذا ما استطعت اني احل اتمتع، ما استطعت اني اتمتع ابدا اطبطب على نفسي. بس مو كل الحلول أستاذ رائد، يعني في ناس معلش تجي هذا الحلول ممكن يجيك صديق ولا أخ ولا أيا كان يجي يجيب فيك العيد ويروح يعطيك حل، بس ما هو بحل حل، يعني ممكن يكون بدال ما هو يحل مشكلتك يزيد الطين بلة، بس أنه هو في باله أنه قاعد يساعد. هل تتكلم عن شخص آخر صح؟ أي عن هذا الشخص اللي عنده حلول، اللي ما شاء الله يعني في شخصيات في حياتنا أحيانا نقول ما شاء الله ما عندك مشكلة لو لها حل، يعني أنت دائماً تيجي بحلول، بس أحياناً ممكن الحل حقه ما يكون فعلاً حل، يكون فلسفة. طب هذه يخص مين الحين؟ هذا يخص ما يخص بشيء، يخصه هو صاحب القرار. إحنا نتكلم عن مين؟ نتكلم عني أنا. أوكي. أنا جاني شخص بيعطيني حل ناسبني الحل، خدته. ما يسبني الحل وحسيت أن المسألة تمتعته. ما شاء الله والله كلامك هذا جيد يا أخي، أنا سأفكر بهذا الأمر. ما شاء الله عليك أينشتايني أنت، مو بالأسلوب الزين. راح الرجال مبسوط وأنا رحت مبسوط، ما طقينا. لكن كم تعرفين من أحد يعطيك حل وتبدين تبين تقنعينا إلا إن كلامه غلط؟ لا تطقون في الأخير، مو بنتي ما شاء الله يمكن. طيب خليني أسألك سؤال. يلا سألك. يعني إحنا نعرف إن البشر عموما عبارة عن أحداث، تفاعلات، تراكمات، عواطف، انكسارات. فممكن الشخص اللي يعني بيئته ما تساعده انه هو يحط تمتوم وحلحول وقلقول وبقي واحد. اي هم اربعه. اي هذول الاربعه ما اقدر انا احطهم، انا احتاج بسرعه. لا لا انت حتحط واحد منهم ابشرك، لانهم واقعين في حياتك قدرا. يعني انت الحين صار لك حدث صح؟ قاعد تنقلقين فيه كشخص وقع في حفره. شو يقول؟ انا طايح في حفره الحين، شو اسوي؟ اروح احفر زياده. اسمعني استاذ راجل، صلي على محمد. صلي على محمد استنى. لما احنا نقول كذا هذا كلام عادي احنا نقدر نقوله، بس لما نجي احنا نطبقه صعب. في شخصيات انت ودك انك انت تقعد معاهم وتاخذ وتعطي وتفهم ايش في نفسياتهم عشان نبدا نطلعهم من ذا المود ونعيشهم في مود اللي انت قاعد تقول. وش سويتي؟ شو اخترتي من الاربعه الحين انت؟ اخترتي الطبطبه. هم اربعه ترى ما يطلع. صار لي 8 سنين في الموضوع ذا، أحاول أطلع من الأربعة دي ما طلعت. أنت استخدمتي الطبطمة مع الشخص، طبطبت عليه كذا عشان تقدرين أنك أنت هم أربعة، يا الطبطبين يا أنك تسعدينه صح؟ يعني يا أني أنا أروح أني أحاول أجد له حل، يا أني أروح أنقلك. أعطيني أنت غيرهم، ما في غيرهم، هم هذا واقع على فكرة. هذا أنا اللي أعطيك إياه الحين، مو بش اسمه، أعطيك حاجة واقعية جدا. أنت ستختار واحد منها. الذكي الذي يعلم أن هذه الحياة لن تظل على وتيرة واحدة، أنت بتطيح، قوم. إذا ما قمت أنت مزاج، عقبت واحد هندي كيفك، أنت ستظل تحفر 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 وتشتكي وتقول ما لي حل ومش عارف مين، لكن بتجيك لحظة من اللحظات بتمل، وإذا مليت ستقف مرة ثانية وتتعلم عشان تدور حلول. جميل أستاذ رائد العبيد، يعني إحنا تمتعنا بتواجدك اليوم معنا، شكرا لك وشكرا يعني طرحك لهالدراسة، وأكيد نتمنى لك التوفيق. شكرا. شكرا لك. طبعا لو أضيف إضافة بسيطة بس أكيد على السالفة هذه، المادة هذه أنا أقدمها يمكن يعني في 4 أيام تقريبا أو حاجة، يعني أنا أعطيتكم بس يمكن طرف بسيط في السالفة اللي هي قد تكون واقعية، بسبب يعني أني الناس تحتاج أن يكون عندها جودة في حياتها ومرونة. صح. نعم. شوية مرونة بس وتلاقي الأمور إن شاء الله زين. شكرا لكم جميعا. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معكم باقي الفقرات، لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل دحوم الفلة، نجم التيك توك يروي لسيدتي بداية مشواره في مجال الفن والتمثيل.
اليوم فقرتنا مختلفة شوي. طبعاً اللي أب أحب كتابة السيناريو بنفسه والتمثيل بكل عفوية وكسب قلوب المتابعين بيوميات البسيطة واللي تدخل القلب. والجميل في الموضوع مشاركته أو مشاركة طفلته اللي معاه وراح يكون لها مستقبل إن شاء الله كمان في مجال التمثيل. طبعاً خلونا نتعرف عليهم من خلال مقاطعهم ونرجع. تعال خد هنا رايح فين ومالك متشيك كده ليه دي ريحتك فايحة وصلالي مالكيش دعوة ماليش دعوة يعني ايه قوله هو انت شايفني قوله هو شايف كله لا يا حبيبي ده انا لولة لولة على نفسك ثانية اشوف كده من جوه هيكون مين ده بينه ده بينه بينه بابا You want to bamba? You wanna chill with the big boys? Now you the wrong kitty, kitty you the wrong kata kata. Now we drink with a drop cup. Ha, hey, can you see how it goes? جميل جدا أكيد يعني ما شاء الله يعني تيك توك أتوقع طلع لنا مواهب دفينة. يعني أنا أشوف ولدي له كم يوم يقول لي يا ماما أدخل التيك توك يا ماما أشوف التيك توك أثاري في التيك توك عالم مسيع الصدر فعليا طاقة إيجابية وضحك وناسة وغير كذا في مواضيع حلوة يعني أبو مع بنته وش أحلى من كذا أي صحيح يعني والحلو أنهم قاعدين يتشاركون نفس الموهبة يعني التيك توك تقريبا للناس اللي تحب تغني وتحب تتمثل وتحب تسولف وتحب يعني مواهب مواهب بالضبط يعني أنا ضد الناس اللي تيجي تقول يعني مثلا التيك توك مو كويس وكذا يعني كل مكان في شيء كويس شيء مو كويس إذا الواحد استخدمه صح بيكون في صالحنا إذا الواحد استخدمه غلط ممكن يكون ضدنا لكن أكيد حابين نعرف أكثر عن عبد الرحمن وابنته بس يعني انا مستغربه الحين حتى في تحديات يا اودي على التيك توك كثير قاعدين نشوفها وتصنع روح التحدي والمنافسه والصراحه يعني حبيت لانه صغار حتى يعني في العمر صايرين موهوبين صايرين ما شاء الله عليهم يحفظون الاغاني يحفظون المقاطع فترى هذا الشيء احنا لا نستهين فيه لما تجين تناظرينها من زاويه اخرى بالعكس تحسين ان هذا الشيء ينمي فيهم ذكاء مختلف يعني ما هو بشرط اوكي الدراسه مهمه الكتب مهمه القراءه مهمه كل شيء يعني له خلينا نقول ذكاء مختلف او سكيلز مختلفه الواحد يستخدمها التوقيت التمثيل ترى انت تعرفين المقطع هذا اللي مثلا يعني انا في البدايات كنت تخيل بديت من تيك توك يعني انا قبل حتى سناب شات ترى انا بادية تيك توك من هذه مفاجاه بالنسبه لي انا من اول الناس اول ما فتح تيك توك ويعني في السعوديه وبداوا الناس من قبل ما يبداون الناس وانا كنت في تيك توك كان يعني لي مقاطع كثير في تيك توك يعني يضحك حتى الحين احيانا اكون طفشانه اقوم اتفرج على المقاطع الصراحه يعني مضحكه لانه يعني اغاني وخلنا نقول مقاطع صوتيه مثلا من مسرحيات من افلام تمثلينها كنت أمثلها فكانت يعني مرة كوميدية هي يعني اليوم ما أحس أنها شخصيتي ما الصراحة بس يعني 2016 دخلت تيك توك بس طفشت منه لأن تخيلي أودي المقطع الواحد اللي يمكن مدة 20 ثانية تدرين أنه مرة يطول يعني كنت تقعدين 3 ساعات 4 ساعات تصورين مقطع 20 ثانية الله يبشرك بالخير يا مها وتونا ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبي ندخل والله فيه والله العظيم أودي ترى مرة ياخذ وقت خصوصا إذا المقطع مثلا بتغيرين ملابسك بتغيرين مكياجك بتغيرين شعرك يعني تخيلي ممكن أنه ياخذ 6 ساعات عادي إذا وراك تغيير وراك يعني يبيله جهد يبيله جهد يبيله احد رايق انا الحمد لله وقتها لا شغل ولا مشغله توي متخرجه وجالسه فاكتشفت التيك توك اتوقع الحين لو برجع بحوس الدنيا لاني نسيت اصلا كيف يستخدم بس حلو حلو وجود الناس اللي زي عبد الرحمن وبنتها اليوم في لا واذا تلاحظين بعد مها انه الحلو واللي اكثر اذا كانوا اولياء الامر يكونون مع اطفالهم شكرا لك المراقبة هنا لما تكون من الأم أو يكون من الأب أو من أحد كبير أخت كبيرة أخ كبير لازم المراقبة تكون في تيك توك فعلا هو جميل عالم حلو للأطفال يعني أنا قبل أمس الله يحفظ لي قاعدة معه فقاعد يطلع لي معلومات والله العظيم أنا ما عرفتها إلا وأنا كبيرة فقاعد أقول له بابا من وين أنت قاعد تجيب المعلومات قاعد يقول لي ماما تحسبين تيك توك كله أشياء مي بكويسة ترى تيك توك فيه أشياء مرة كثيرة حلوة يعني إن كان تبين وساعة صدر إن كان تبين معلومات بسرعة الطفل ممكن يلتقطها بس شيء مهم أن يكون أولياء الأمور متابعين
عشان كذا أودي خلينا نتعرف على عبد الرحمن اللي هو مخرج وممثل وصانع أفلام، والجازي عبد الرحمن ممثلة وبنت. أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك، شكرا طافا الحلوة هذه. أنا لسه عمالي مخرج، يعتبر مخرج مبتدئ. أنت مخرج في صناعة المقاطع الصغيرة على برنامج تيك توك إذا أنا مو بغلطانة، وكمان أنت معروف بدحوم الفلة، يعني وش هالإبداع اللي شفناه قبل شوي في المقاطع؟ كلمنا عن البداية أستاذ عبد الرحمن. في الحقيقة أنا بدأت في التيك توك عام 2019، طبعا بعد تعرض لوحكة صحية قررت اني اخش مجال السوشيال ميديا، لان انا كنت انسان جدي شوية بالحياة، فقررت اني اخش المجال وافوض المغامرة. وشجعتني بنتي ان انا انزل برنامج التيك توك، فلما نزلت البرنامج طبعا البرنامج شدني كثير، وحسيت انه يعني يلبي شغفي في التمثيل، في الإخراج، في إنه أنا أخترع فكر جديد، فن جديد يعتبر حديث على الناس، يعني أشياء جديدة غير الفن التقليدي أو التمثيل التقليدي. والحمد لله بدأت ألاقي استحسان الناس والحمد لله. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني أنا قاعدة أشوف الجازي جنبك لا قوة إلا بالله، وتناظرك نظرة إنها هي فخورة فيك، الله يحفظها لك يا رب. الجازي، كيف تشوفين دخول بابا التيك توك؟ عيد السؤال لأنها ما سمعت. قاعدة أسأل سؤال للجازي. الجازي، كيف تشوفين دخول بابا للتيك توك؟ انبسطتي لما دخل تيك توك وصار معاك ترتي أنت وياه مع بعض؟ جميل. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ عبد الرحمن والجازي. لكن كنا يمكن نتكلم أنا وزميلتي قبل شوي عن موضوع الوقت، ودي أسألكم على موضوع الوقت، يعني كيف تنظمون، كيف الجازي تنظمين وقتك بين المدرسة والدراسة والهومورك وكمان تصوير هذه المقاطع، وهل تأخذ وقت طويل أو أنه ما تأخذ وقت منكم؟ بالنسبة نحن دائما نحاول نسوي المقاطع في وقت يعني يكون ما في منافسة، وهو مثلا الفترة الصباحية الآن وما يتعارف مع المرأة. بالنسبة للفترة، الفترة هي فترة بسيطة حسب الفيديو، إذا كان قصير نحن نسوي لنا نص ساعة ونبدأ نسوي البروفات مرة واثنين وثلاثة لين يضبط المشهد زي ما نبغى وبعدين ننشره. أما المشهد الطويل يأخذ مننا ساعة تقريبا، ما شاء الله، شوية متعبة لكنها ممتعة في نفس الوقت. صحيح. طيب أستاذ عبد الرحمن، تشوف نفسك ممثل كوميدي؟ أنا ما أصنف نفسي ممثل إلى الآن، أنا أصنف نفسي ممثل في التيك توك، لكن تجربة التمثيل كتجربة بصراحة يعني أنا ما جربت التمثيل. لا، التمثيل هو عبارة عن حركات تسويها سواء كان في تيك توك، في تلفزيون، في مسرحية، بس المبدأ يعني أنت تشوف نفسك، أنت لما أنت طلعت على التيك توك تمثيلك والمحتوى اللي أنت قاعد تقدمه يعتبر محتوى كوميدي؟ نوعا ما. أنا بحاول أركز على أنه كوميدي، ولكن الآن بعد انتشار بعض المقاطع لي حبيت شغل الدراما وشغل الأكشن، يعني برضو أنا أجد نفسي يعني ممثل وجيد جميع الأدوار، كوميدي، دراما، عاطفي، تاريخي، أكشن، يعني عندي إلمام كامل يعني بتقمص الشخصيات. نعم أستاذ عبد الرحمن، ما شاء الله يعني واضح عليك أنه أنت ملتزم بوظيفة أو عمل، هل تقدر تشاركنا هذه المعلومة؟ يعني إيش وظيفتك الأساسية؟ حقيقة أنا خريج أول شيء بكالوريوس
شريعه وقانون وادرس قانون الى الان، واعمل حاليا حراسات امنيه في شركه وخبره 17 سنه في مجال ما شاء الله الضيافه والفندق ما شاء الله، يعني 17 سنه ولسه ما شاء الله يعني ما تخليت عن شغفك وحبك للاغاني وحبك لتقمص الشخصيات. طب انا عندي الحين سؤال لكم انتم الاثنين، لك استاذ عبد الرحمن وكمان للجازي، من اللي حبب الثاني في هذا الشيء؟ يعني اوريدي انت عندك حب للاغاني ولل خلينا نقول تقمص الشخصيات، او هذه الجازي وهي اثرت عليك، من اللي اثر على الثاني؟ أنا أذكر الموضوع إنه حساب تويتر، أما هو يعني شاطرة الجازي، كفو تعجبيني دائما ما شاء الله تبارك الله، شجعتني إن أنا نزل التيك توك دائما ما شاء الله اسم الجازي، يعني حبيت التمثيل فصرت أعلمها كيف تمثل وكيف تأدي الدور وتتقنه، وما شاء الله بنتي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني تتعلم بسرعه، فهذه ما شاء الله ان شاء الله نشوفها قريبا في ان شاء الله باذن الله. دائما اسم الجازي تعطيك بنت قويه شخصيه لا قوه الا بها، وتقدر تاثر على اللي حولها، دائما نشوف هذه. استاذ عبد الرحمن والجازي شكرا لكم لتواجدكم معنا. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل، هيئة فنون العمارة والتصاميم تطلق المهرجان السعودي للتصميم. أطلقت وزارة الثقافة السعودية الدورة الأولى من المهرجان السعودي للتصميم في منطقة جاكس بالدرعية تحت شعار تواصل ابتكار تعاون، ويعد المهرجان واللي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الزوار بتجربة فنية فريدة من نوعها. خلونا نتابع تغطية زميلتنا عهود النفيعي في هذا التقرير ونرجع لكم. المهرجان هي منصة يعني تصل المصممين من أنحاء العالم العربي ومن العالم، وتعطيهم فرص أول من نوعها للتعاون والمشاركة مع بعض، وعندنا أكثر من 200 عارض هذه السنة، وعندنا منهم السفارات الإقليمية الموجودة الفرنسية الإيطالية البريطانية والألمانية، وبالتعاون مع هيئة الفنون العمارة والتصميم من وزارة الثقافة هنا في السعودية. فيها كثير أنشطة، متعددة الأنشطة، ومنها الكيوريتد اكزيبيشنز، وعندنا تجارب تفاعلية كثيرة، وعندنا منتدى التصميم وورش عمل مع خبراء من جميع أنحاء العالم، ففيها فرص متنوعة لمحبين التصميم من جميع الباكجراوندز. عندنا سفرة للتصميم منها للو الحمود اللي كان عندها اكزيبيشن هنا عن الخط العربي والتايبوغرافي ان جنرال، وعندنا سفراء ثانيين زي محمد كاظم من الامارات، وهو يستضيف فعالية تجمع المصممين اللي لهم منتجات لها طابع ثقافي معين. مشاركتنا كانت عبارة عن احنا في شركة حاضنة المشتل شاركنا مع المهرجان السعودي للتصميم، من حيث ان احنا زي ما تقولي جسمنا مساحتنا في المقر الرئيسي في حي السفارات عشان نعلم او نعطي فكرة للجمهور والحضور للمهرجان بانه ايش هو المشتل وايش ممكن نقدم وايش الفرص اللي احنا ممكن نعملها سوا، وخاصة للمبدعين من شبابنا العرب بشكل عام.
بانه نعطيهم فكره انه احنا ايش نقدم لهم من خدمات ومساحتنا عن ايش تتكلم وايش ممكن نسوي سوا باننا نطلع لاهدافهم بنتيجه افضل وبوقت اسرع. كمان احنا كمان كانت فكرتنا باننا نوصل للعالم انه المبدع او فكره المبدعين مو شرط انه هو يكون ديزاينر او رسام، انه هذا هي الفكره المعروفه عن العالم او عن المبدعين، ولكن احنا نحاول انه نوصل معلومه انه المبدعين ممكن يكونوا اي شيء، من ناحيه ممكن يكون لهم دخل بالازياء، ممكن لهم دخل بالتصوير، الفيلمز، الرسامين، المغنيين، اي حاجه ممكن تكون لها دخل من ناحيه الابداع بشكل عام. هذه هي اهدافنا او الاشخاص اللي احنا نحاول نوصل لهم. احنا صار لنا تقريبا 6 سنين شركاء التصميم اللي كان الأسبوع السعودي للتصميم، والحين تحول وصار المهرجان السعودي للتصميم وفي نسخته الأولى مثل ما قلنا، وتقريبا يعني عدد المشاركين صار أكثر من 200 مشارك. فإحنا في هالمدة يعني اشتغلنا على تصميم الهوية، وكل سنة عندنا تجربة مختلفة في الاستدامة. ففي هالسنة ركزنا على موضوع المقاهي، لأن في يعني مثل ما نشوف في المملكة أعداد المقاهي قاعدة يعني بازدياد كل يوم، فسوينا تجربة مع محمصة الرياض أن أخذنا أكواب القهوة وحولناها إلى ورق مطعم بالبذور. فطبعاً هي تجربة في إعادة التدوير، بعد ما تستخدمين الورق تقدرين يعني بس تزرعينه وتطلع لك منه نبتة. فبهالطريقة يعني الواحد يقدر يخفف من الويست اللي يستخدمها في حياته اليومية. طبعا موسم الرياض فعالياته كثير ومنوعة وكلها جذابة، ومن ضمن هذه الفعاليات منطقة اسمها نبض الرياض واللي فيها كل احتياجات واهتمامات الأسرة. تخيلوا موسيقى وعروض ترفيهية وعالمية وفعاليات منوعة كلها مكان واحد ومتاحة للزوار من 6 مساء حتى 12 صباحا. عشان كذا مشاهدينا خلونا نطلع معاكم ونشوف الأجواء كيف كانت مع زميلنا مبارك الكويكبي. حياكم الله، أنا اسمي لانا وحياكم بنبض الرياض. وإيش تحدياتكم اليوم؟ عندنا فعالية في نبض الرياض وتشرفت بوجودك معنا. هي بتقدم التقرير اليوم لنا. أنا جاية عشان يعني كذا يعني انبسط وف يعني كذا بس. والله مجهود يشكرون عليه، ما شاء الله مكان يعني رايق ويصلح للعوائل يعني بشكل عام. والله شوفه مكان جميل وهادي، يعني مو مزدحم زي باقي فعاليات موسم الرياض. يمكن هذه الزيارة الثالثة أو الرابعة له. بالمرة حبيت الهدوء صراحة. المطربين الجداد ما نعرفهم وأصواتهم حلوة لما يغنون. جدا جميل والرسمات جميلة والمطربين كمان مرة، المكان حلو مرة، أنصح بالزيارة لكل الأشخاص. شكرا لزميلنا مبارك الكويكبي على كل الفعاليات وكل التغطيات اللي قاعد يشاركها معانا واحنا نشاركها معاكم مشاهدينا من موسم الرياض وغيره. لكن فعليا أودي يمكن موسم الرياض هذا فعلا غير موسم الرياض، هذا غطى جميع خلينا نقول مناطق الرياض، شمال وشرق وجنوب، ويعني مو بس الرياض طبيعي. حتى من خارج الرياض قاعدين يجون عشان موسم الرياض. انا اقول لك يعني توزيع لسكان الرياض، عرفتي؟ عشان احنا وش اكثر شيء نكره تكفين؟ الشوارع والزحمه. صح. يعني خلاص تبين مثلا اللي قريب منك روحي له، عندك البوليفارد، عندك واجهة الرياض، عندك نبض الرياض، عندك اويسز، عندك خلينا نقول وينتر ويندرلاند، كل هذه الزونات الحلوه. فيعني الصدق الى الان كم لنا تقريبا بعدين موسم الرياض؟ شهرين أكثر من شهرين، أكثر من شهرين بشوي، فإلى الآن ما قدرنا نغطي. يعني توي أنا أسأل أودي أقول لها ها رحتي نبض الرياض؟ قالت لي لا، لكن إن شاء الله في الخطة القريبة. والحلو في الموضوع أنه بعد
يعني الأجواء الحين قاعدة تساعد، وأغلب الأماكن اللي سواها هيئة الترفيه open door، يعني لا مطاعم لا مقاهي لا شوبينج حتى، فتستمتعين بالجو وفي نفس الوقت تستمتعين بال خلينا نقول الفعاليات اللي فيه، وكمان الفعاليات اللي فيه قاعدة تستهدف الرياضيين اللي يحبون الفاشن، اللي يحبون المطاعم، كل شيء. الأطفال، الكبار، الصغار، صح؟ فعشان كذا احنا محظوظين، يعني ما شاء الله احنا ما يمر كم يوم الا عندنا ضيوف فعالية. وعندنا فعالية فعلا، بس عندنا ضيوف على طاري انك قلتي يجون من برا الرياض، اودي يجون من جدة، يجون من الشرقية، يجون من الخليج، يجون من غير الخليج، فطبعا يا بختنا احنا سكان الرياض مبسوطين بهالفعاليات، واكيد نبي نشوف اكثر واكثر وتخيل اكثر وش راح يكون أكثر. بكره فعليا يعني قاعدين نفكر يعني وش بقي، خلاص كل شيء قاعدين نسوي، وكل مره نقول خلاص خلصنا تطلع لنا فعاليه ثانيه وفعاليه جديده، ومو بس فعاليه يعني انه حقت كبار او لا، تشمل كل العائله من كبار لحتى صغار. صحيح يا اودي، طبعا استمتعت كثير بهالحلقه وتقديمها معك، شكرا لك يا أودي، وشكرا لكم مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ونذكركم وكالعادة بالمشاركة في استفتاء برنامج سيدتي من خلال الهاشتاج والظاهر أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.